الكل يخاف من الفشل صح ولا لا؟ ما حد يعني وده انه هو يفشل، والناس تخاف وتكره الفشل حتى قبل ان يحصل. انت مجرد ما تفكر انك انت ممكن تفشل هذا الشيء يزعجك ويخوفك، تخيل الناس راح تضحك عليك صح ولا لا؟ الناس يعني راح تنحرج امام الناس. فانا عاد بحثت، خلينا نقول سويت جوجل ايمج سيرش عن كلمه الفشل، ونشوف بشكل عام شنو الصوره الموجوده في العالم تجاه كلمه فشل صح ولا لا. فلقيت الصور هذه، اسف، هذا التصور خلينا نقول الموجود امام الفشل. لكن الواقع يا جماعه ان الفشل مو هذا هو الفشل. تعرفون شنو الفشل؟ هذا هو الفشل. الفشل هو The Grand Master، الفشل هو المعلم الأكبر، الفشل هو أفضل فرصة أنت ممكن خلالها تعرف أنت شنو غلط فيه وشو ممكن أنك أنت تصححه. بالتالي الناس أو إحنا بشكل عام لما نخاف من الفشل، لما نتردد، إحنا بالحقيقة قاعدين نمتنع ونبعد عن نفسنا فرص يعني رائعة لأن إحنا نتعلم من أخطائنا صح ولا لا؟ فمثل ما قلنا الفشل هو المعلم الأكبر، الفشل يعلمك أنك أنت تصير أحسن. الخبرة باختصار شديد هي عبارة عن الدروس اللي تعلمتها من فشلك صح ولا لا؟ وكثر ما أنت اشتغلت وما فشلت أعرف أنك أنت أما ما قاعد تشتغل عدل أو أنك أنت ما تحدث نفسك بشكل كافي. لذلك أفضل طريقة عشان نتعلم من الفشل أن احنا شو نسوي؟ مو بس نواجهه، نطلبه، نروح له. وين الفشل؟ أبي الفشل أنا، وين موجود الفشل؟ شنو أماكن أنا خاف أن أفشل فيها؟ هذا المكان اللي أنا أعرف توجه له. أنت تبي تعرف شلون تنجح وتغلب على نفسك وتغلب على تحدياتك، دور الفشل وينه، أنت وين تخاف، شو اللي خايف منه أنت، هذه بوصلتك، هذا المكان اللي أنت تستحق، اللي أنت لازم تحط فيه شنو، تحط فيه جهدك. أما المكان اللي مرتاح فيه، الوظيفة اللي مرتاح فيها، التخصص اللي أنت مرتاح فيه ولا عندك فيه أي تحدي ولا عندك فيه أي صعوبة، أعرف أنك أنت مو هذا هو مكانك الصحيح، بل مكانك الصحيح إلى حيث شنو تخاف من الفشل، المكان اللي انت تخاف انك انت تقدم اليه، لان هذا هو المكان اللي راح انت تواجه نفسك وتتعلم اكثر دروس ممكن تعلمها في حياتك. طيب شلون انا خلينا نقول استقبل الفشل هذا، اسوي امبريسمنت حق الفشل؟ الفشل راح يخوفك مثل ما قلنا، راح يسبب لك شلل، لكن اذا انتم مو مصدقين كلامي ممكن نصدق الرجال الطيب هذا. شو يقول؟ If you've never failed, you've never tried anything new. صح ولا لا؟ أيضا شو يقول؟ يقول failure is success in the progress. بصراحة هذا الكتاب كان وايد كتاب جميل واستفدت منه وايد في موضوع اللي هو التعامل مع الفشل. فاللي بيصور الشاشة والكتاب هذا، في منه أيضا نسخة عربية موجودة عن جرير. الكتاب هذا صراحة استفدت منه التالي، أنك أنت علشان تواجه الفشل وعشان تنجح في تحدياتك لازم تغير المايند سيت مالتك وتتوجه الى الفشل باقصى سرعه وكثر ما تقدر. بالتالي انت تروح تواجه الخوف هذا وتتغدى بالفشل قبل ما شنو؟ قبل ما يتعشى فيك، واضحه ولا لا؟ انزين خلينا ناخذ فكره بسيطه. خلينا نقول واحد عنده فكره ابلكيشن، يبي يسوي ابلكيشن، عنده مشروع، عنده بروجكت يبي يسويه، يبي يسوي برنامج. فانت عندك فكره تبي تسويها، وكلكم عندكم افكار مثل هذه صح ولا لا؟ لكن الكثير منا للحين ما سواها. يمكن انت تخاف ناس تضحك عليك، تخاف ان الناس يعني تنحرج امام الناس، تخاف ان الفشل هذا ياثر عليك في حياتك الوظيفيه صح ولا لا؟ طيب الحل انك انت تاخذ الفكره انت مسويها وخايف منها وتتعمد تسويها بأسوأ طريقه ممكنه. يعني تبي تسوي ابلكيشن يسوي تاسك معين، سوي المشروع هذا بأسوأ طريقة ممكن تسويها، المهم انه شنو؟ شغال، المهم انه موجود، فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا ولا لا؟ المهم انه يشتغل. فأنت الحين راح يكون عندك شنو؟ فكرة شغالة سيئة جدا، أي واحد يستخدمها ما راح تعجبه، أي واحد ممكن تعرضه عليه ما راح يعجبه أبدا، لكن عندك شنو؟ عندك شيء صح ولا لا؟ والشيء أحسن من ولا شيء صح ولا لا؟ فانت الحين تبدي من اقل شيء، تبدي من اللي نسميه احنا روك بوتوم، يعني تبدي من اقل درجه، من صفر. ولانك انت بديت من أسوأ شيء ممكن تسويه، معناتها انت مستحيل تسوي شيء أسوأ من هذا صح ولا لا؟ انت سويت أسوأ المستحيل، فبالتالي اي شيء راح تسوي اضافه عليه راح يكون شنو؟
ما اسمع راح يكون افضل، لانك انت بديت من اقل شيء واسوأ شيء ممكن تسوي، فبالتالي انت راح تقوم وتبدع وتواجه الفشل مالك، وراح ينشال منك اكبر هاجس على قلبك او على صدرك، وهو الخوف من الاحراج، لانك انت رحت حق الاحراج مباشره وقلت انا بسوي اسوأ شيء، ويا جماعه شوفوا هذا شغلي ترى مو مضبوط وكله بجز وما يشتغل عدل، بس المهم انه شنو؟ انه موجود وشغال احسن من 1000 شخص غير عندهم الفكره البرفكت ببالهم، لكن شنو؟ ما تحولت الى تطبيق او مشروع او شغل حقيقي. مثل الحين فكره التحدث امام، خلينا نقول امام جمهور، من فيكم يخاف يتكلم امام جمهور؟ اكون صريح معكم، انا كل محاضره بحياتي سويتها قبل ما اوقف المحاضره اقول يا ريت تكنسل. انا ما اقص عليكم، انا اكون صريح معكم، كل كورس سويته، كل محاضره سويتها تقول لي كان زين يجي من عندهم، لان الانسان شيء هذا الخوف اللي شيء طبيعي جدا، وواحد لازم ما ينحرج منه، فانت لازم تكون مستعد لهالشيء ولازم تتوقع ولازم تطلبه علشان الشيء هذا ما يفاجئك وتكون مستعد له، ولو صار وفشلت ما تتضايق لانك انت متوقع هالشيء وانت خلينا نقول متوجه وراغب فيه. فانا سويت هالشيء لما سويت الكورس مال بلاك هات، قلت بالي لما قبلت قلت ولا تورطت الحين شو نسوي، فقلت الحين شلون الحين راح اسوي كورس يصلح انه يتقدم وينعرض في اكبر مؤتمر بالعالم، فقلت ما كل حل واحد، خل اسوي أسوأ شيء ممكن اسوي، المهم انه يشتغل وبعدين عاد ربك يحلها. فسويت تمارين، خلينا نقول يعني الديزاين مال الكورس كان سيء، سويت تحديات واكسرسايزز ولابز كان فيها بجز وايد، بعضها كانت الانفايرمنت مال اللاب كانت مو ستيبل، التحديات كانت نوعا ما معقده مو سهل واحد يعني يلحقها ويتابعها، وكان سكرين شوتس جدا سيئه، وكان التكست مليان نسميه وول اوف تكست، ها تكست ما ينقرا وانريدبل جدا، فقلت بالي ماكو اشكال، المهم انه على الاقل يكمل الكورس بالكامل ثم بعدين افضي ان انا شو اسوي؟ احسنه واجمله. اذا مصدقين بوريكم بعض السلايدات اللي كانت اول شيء سويتها. كان اغلب الكورس عباره عن شنو؟ عباره عن نقاط الوانها واضحه، وول اوف تكست لا يمكن الطالب يقراها، لكن قلت بالي شنو؟ المهم انه يشتغل، المهم انه يوصل. قدرت بعدين شنو؟ صار عندي كورس حقيقي، خلاص الكورس موجود، يعني الكورس صار موجود في العالم الواقعي الحقيقي وطلع من راسي الى العالم، صح ولا لا؟ بعدين عاد شوي شوي قمت اجرب فيه وشوي شوي قمت اعرضه على زملاء واصدقاء اقول لكم ايش رايكم بهاللاب، ايش رايكم بهالمحتوى. لكن ما انتظرت لحد بلاك هات عشان تجي لي صدمه فجاه يعني اشوف الايشوز هذه، فقلت لازم انا اجرب الكورس ولازم انا مثل ما قلنا اتغدى بالفشل قبل ما يتعشى فيني، صح ولا لا؟ فسويت الكورس في دبي في مؤتمر اوب كود حق 5 طلاب فقط. الكورس كان فيه فقط 5 طلاب. بعدين سويته بسنغافورة بعدد أكبر شوية من الطلاب، فتعلمت وشفت شنو فيه تحديات، شفت شنو فيه أمور كانت ما تصلح، شفت شنو فيه خلينا نقول الشابترز اللي الطلبة كانوا ينامون فيه، فهمت شلون؟ وفعلا كان في طلبة يعني بعض الشابترز ناموا فيها، إنزين؟ فقمت ماكو إشكال، المهم إني أنا أطور من العملية كلها، فقعدنا شوي نعدل الكورس هذا ونطور فيه لحد ما صار عندنا كورس يعني الحمد لله. صار يعني يناسب ان ينعرض في بلاكات امريكا وبلاكات لندن، ولعبت على موضوع الخوف وقدرت يعني نوعا ما ان انا على الاقل اقدم شيء موجود، والحمد لله هذا اللي صار. كم واحد كان عنده فكره احسن من اللي عندي وعلم احسن من اللي عندي ومهارات احسن من اللي عندي، وهم وايد وفي بينهم ناس موجودين هنا، لكن يمكن خاف زياده عن اللزوم، صح ولا لا؟ ترى وايد. فالموضوع اذا لو تفكر فيها هي ما لها علاقه بشكل رئيسي بالسكيلز والفهم والنولج اللي عندك، هو العلاقة بمقام الأول أنت شلون تتعامل مع نفسك وشلون تتغلب على نفسك ثم تروح تتغلب على المصاعب والمتاعب الموجودة عندك في العالم. نفس الفكرة سويتها مع مشروع برق لما سويته. لا يزال الكود مال برق كود سيء، وأي واحد متخصص في البايثون راح يشوف الكود راح يقول شنو هالعفسة هذه، شنو السباجيتي هذا. في ناس قالت لي الكود شكله مو مرتب، الكود مو حلو، ماكو إشكال، عكس لما عرضت التول في بلاك هات امريكا وبلاك هات لندن صار فيها بجز اثناء العرض، واثناء العرض صار في كراش، ماكو اشكال، عادي، المهم انه شنو؟ المهم موجود، صح ولا؟ المهم انه صار في شيء اسمه بروجكت هذا اللي سويته وعرضته على الدنيا. احسن من يكون شنو؟ الكود البيرفكت اللي ما فيه اي بج لكن موجود وين؟ موجود براسي. فاللي صار انه الحمد لله ضبط معي
ما نقص راسي صح ولا لا، وقدرت انا اطلق شيء على الاقل يعني اعرض فاليو على على خلينا نقول على العالم. لذلك بيرفكت از ذا انمي اوف اوف جود صح ولا لا، بتحاول تصير بيرفكت ما راح تسوي ولا شيء لان البيرفكت هو هدف مستحيل صح ولا لا. ساعات تشوف ناس يقول لك والله انا بيرفكشنست، يقولها كانه يمدح نفسه، هذا اكبر هذا اكبر غلط. انت لازم تكون شنو، تكون انسان تلحق وتتابع منه وتبحث عن منه عن الفشل عن الفيلير صح ولا لا. اكيد مرت عليكم العباره يو مس افري شوت يو دونت تيك، شنو يعني؟ ها يعني اي كره ما شتها ما راح تدش الجول. ليش؟ لانك ما شت الكره صح ولا لا. اذا شت الكره ممكن تدش جول ممكن ما تدش، لكن شنو اذا ما حاولت نسبه الفشل او نسبه النجاح 0%. اذا حاولت حتى لو كانت نسبه النجاح 1% استل 1% احسن من شنو، احسن من 0%. لذلك انت لازم تحاول وتسوي المشروع والهدف اللي عندك وتفر اي هدف عندك. كل واحد فيكم عنده شيء ومشروع وفكره بيسويها. طيب لازم اول شيء تتعلم انك تحدى نفسك وتسويها بأسوأ طريقه ممكنه. يعني دور أسوأ طريقه واسهل طريقه واسرع طريقه تسوي فيها الشغله هذه تكون شغاله، ثم بعدين انت عاد لك الخيار انك انت تطورها مع الوقت. لكن انت خلاص انت وضعت بصمتك، انت سويت شيء عرضته وصار عندك خلينا نقول برودكت من الافكار اللي كانت مخك وحطيتها في العالم الخارجي. واضح ولا لا؟ طيب الحين فهمنا ما يصير ما اجرب، لازم اجرب صح ولا لا؟ زين ايش رايكم اجرب كل شيء؟ هذا ايش يسمونه؟ فير اوف ميسنج اوت، مر عليكم المصطلح هذا؟ حاس ان القطار بيطوفك خلاص وان الطيور طارت برزاقها وان ما شاء الله تلتفت يمين فلان سوى له المشروع الفلاني، يسار فلان خذ الوظيفه الفلانيه، وهذا سوى الشغله الفلانيه، وانت تحس انك انت قاعد بمكانك بينما الطيور طارت بارزاقها صح ولا لا؟ وهذا الاحساس احساس طبيعي يحس فيه الجميع، لذلك تجدهم في عجله من امرهم صح ولا لا؟ تجد الانسان الصبر عنده ينفذ بسرعه وبسهوله لانه هو يشوف الناس كلها. ولو تلاحظون الناس اللي يظهرون دائما يظهرون احسن ما عندهم صح ولا لا؟ كم انسان يقول لك والله سوينا وانجزنا واخذنا الشهاده هذه واخذنا التريننج هذا، لكن من يقول لك انه والله فشلنا بالمشروع الفلاني وفشلنا بالتحدي الفلاني وفشلنا بالتطبيق الفلاني؟ ما حد يقول صح ولا لا؟ فانت صوره ظاهره قدامك من الناس تحس انه شنو؟ نجاح 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 نجاح، وطالع نفسك تقول فشل فشل فشل، فتحس انه هذا يعطيك احساس في شنو؟ اما الاحباط التام خلاص تقعد بيتك ما تسوي شيء، او الاحساس بالعجله وانه لا لازم الحق خلاص ما بقى شيء، الناس كلها سوت كل الامور هذه كلها بلحق بسوي ابشارك معاهم، فتقعد وتحاول تستعجل وعارفين انه مع العجله الندامه. المشكله في فكره الفير اوف ميسنج اوت ان هذا هدف يتحكم فيه منه الاخرون صح ولا لا؟ لانك انت تحس ان الناس طايره والناس قاعد تسوي امور وانجازات وانت قاعد بمكانك، فاذا الهدف مو بينك وبين نفسك، الهدف انت قاعد طالع بناء على شنو؟ على الناس اللي ايش؟ الامور اللي قاعد يسوونها الناس. فانت اي لعبه تلعب فيها او اي تحدي تلعب فيه، اذا كان الجول يحركه ويتحكم فيه احد غيرك وقواعد اللعبه يسويها احد غيرك، اذا معناته شنو؟ لا يمكن. ها تبون قهوه؟ صاحين؟ اذا اللعبه قواعدها يتحكم فيها غيرك، اذا انت مستحيل انك تفوز فيها صح ولا لا؟ لان كل ما اقترت من هدف احد يحط هدف ثاني. قبل 5 سنوات كان الترند مختلف عن الحين، مختلف عن 5 سنوات القادمه صح ولا لا؟ اذا كل مره تلحق الترند عمرك ما راح تصيده، متى راح توصل؟ ما تقدر. ليش؟ لان هذا الجول والتارجت هذا من يتحكم فيه؟ تحكم فيه احد غيرك، فبالتالي انت عمرك ما راح تقدر تلحق. وهذا نشوفه وايد في الامور اللي كثر فيها خلينا نقول الموضوع الماركتنج، كثر فيها موضوع الترندز مثل موضوع البلوك تشين وغيره، انه فجاه شيء طلع فجاه الكل مهتم فيه، بعدين فجاه شنو الكل نساه صح ولا لا؟ فشلون انا اقاوم الاحساس هذا اللي هو راح يضرني بان انا راح يخليني احاول الحق كل شيء يلمع امامي، كل شيء يطلع جديد احاول الحقه. اهم شيء ان انا عشان اقاوم التحدي خلينا نقول الاحساس هذا ان انا اتوجه الى واركز على الفندمنتلز. شنو الفندمنتلز؟ ها ما اسمع. الاساسيات. الاساسيات مشكلتها شنو؟ انها ممله صح؟ ونوعا ما كريهه ومتعبه تعلم الاساسيات صح ولا لا؟ واذا كنا بايام الجامعه وايام التعب. بس الواقع ان الاساسيات مثل اسمها هي الاساس اللي مبني عليها كل شيء صح ولا لا؟ والمشكلة الأساسيات أنك لما تحتاجها
راح تحتاجها الحين وما راح تيجي تحصلها بالوقت المناسب، فيصير عندك مشكله، يصير عندك انسيدنت، يصير عندك يعني خلينا نقول مثلا كومبرمايز او اي مشكله تصير لك في عملك او في وظيفتك، وتبي الحين تعلم الاساسيات وتحتاج انك تعرف الاساسيات هذه، لكن تجد انك انت سويت لها سكيب وكنت تلاحق الترند، فبالتالي انت ما عندك قدره على التعامل مع المشاكل بطريقه مرتبه. الاساسيات هي اللي تفصل المحترفين الحقيقيين عن المزيفين، وهذا شيء مهم، لان الاساسيات متعبه جدا، وشغل والتعلم الاساسيات ما في خلينا نقول اللي هو يعني الشو الحلو هذا، ما في المظهر اللي انت تكشخ فيه قدام الناس، لان الاساسيات شيء ممل لكن شيء مهم. فبالتالي تجد انه الكثير من الناس يحاولون انهم ما يتجاهلون الاساسيات ويحاولون يلحقون الامور اللامعه امامهم، لكن الاساسيات مثل ما قلنا هي الشيء الرئيسي اللي يفصل بين المحترفين وغير المحترفين. وانت ما تقدر تشتغل شغل حقيقي مرتب وشغل على اساس قوي اذا ما كان عندك اساسيات، ولما تصير الامور سيئه وراح تصير الامور سيئه يوما ما، هذا شيء طبيعي، تحتاج الاساسيات. طيب خلنا يعني ناخذ امثله على موضوع الاساسيات. من يعطيني امثله على شنو يعني اساسيات؟ شنو يعني فاندمنتلز؟ ما اسمع، ما في مشاركات، شو السالفه؟ بعد ها ما اسمع شيء انا الصراحه. بروجرامينج بعد، نتوركينج بعد، ماثماتكس بعد، او اس ها من يزيد، داتابيسز. تمام، احد الامثله انا كتبتها اللي هو مثلا تي سي بي اي بي ستاك بروتوكولز، الاساسيات مثلا اساسيات نتورك. هل انت اذا اعطيتك باك دمب فايل تعرف تقرا شنو بالملف هذا ولا لا؟ تعرف لما تشوف ترافيك النتورك شلون صاير؟ خلينا ناخذ بوب كويز سريع. هاي ابو شباب نبي الميكروفون، عندنا الحين مشاركات. ممتاز ممتاز. انزين خلينا سؤال بسيط في الاساسيات، شنو الفرق بين بورت 2021؟ ها اللي يبي يرفع ايده ترى في جوائز. لا 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 لحظة لما نختار في جوائز، لما نختار ها ما شوف ما حد رافع ايده، شو السالفة؟ لحظة تفضل، لحظة الميكروفون خليك رافع ايدك. انت لا انت ما تجاوب، وصل الميكروفون ولا بعد؟ 21 كنترول و 20 داتا. اشرح لي شنو يعني؟ اشرح لي شنو يعني؟ البارت 20 هو اللي يقدر 21 هو اللي يسوي انيشيشن كونكشن، و 20 هو اللي يكمبيل الداتا ترانسفير. ايش رايكم باجابته؟ صح اجابته، صفقوا له، ايش دعوه؟ صح، بورت 20 و21 موجود حق البروتوكول مال اف تي بي، وانت ربحت معنا هديه اظن سياره، ما ادري. زين تعال قرب امشي لك لاخر شيء، جائزه بسيطه بس عشان ناكد لكم ان الفاندمنتلز كان بي شنو؟ كان بي فن. حياك الله. انزين بروتوكول اف تي بي شويه غير عن بقيه البروتوكولات، لانه هو يستخدم شنو؟ كم بورت؟ بورتين، واحد حق الكنترول، واحد حق الداتا، يعني واحد حق نقل الملفات، واحد حق التحكم واختيار الملفات هذه. خلينا نشوف مثال بسيط. عندنا هنا هذا الواير شارك بورت 21، ايش قاعد يصير؟ قاعد نسوي الكنترول، نطلب الملف، ابي الملف هذا، ثم بعدين بورت 20 ايش يصير معنا؟ نقوم ننزل الملف. انزين سؤال اخر، شنو سافة البورت هذا؟ من يقول لي؟ لحظة الحين أخذنا واحد من الشباب، نبي واحد من البنات. ها البورت، يلا وينكم؟ حسب الجائزة. حسب الجائزة؟ ها جائزة سيارة أحسن. ها بشوف أيادي، ما أشوف أحد رافع إيده. الميكروفون خليك رافع ايدك، خليك رافع ايدك، اي انت خليك رافع ايدك، وين الميكروفون؟ يرحم والدك، تكفى جاوب صح. احس سيستم سيندينج ذا داتا تو ذا
system. زين شوف النقطة الجاية. ها؟ مو سيسلوك واحد ثاني. يلا حظنا أوفر. أشوف ما حد رفع إيده الحين. يا جماعة البورت هذا ما حد سوّر التيمينج من قبل. يلا من يفكر؟ اللي قاعد يطلع بوكيبيديا قاعد أشوفك. زين بعطيك دقيقتين وبعدين راح أخذ السيارة حقي. ها عبد الله ما تجارب تجاوب. تبي تجاوب الحين؟ ها باقي دقيقة. شفت شلون؟ الحين قاعد نوزع جوائز على كل إجابة وما تبون ندرس في الجامعة. يلا ماشي. ها ما حد عرفها؟ أخذ الجائزة حقي؟ ها من اللي قال شيل؟ ما ودي أعطيك جائزة بس. ها؟ لا مو ار بي سي باكت. من اللي قال شيل؟ انت قلت شيل؟ حسافه كان زي واحد ثاني. حياك الله. اللي اشتغل على انظمه خلينا نقول خصوصا سولاريس وانظمه لينكس وغيرها اكيد مر عليه بورت هذا وايد يستخدم حق اللي هو يسمونه الار شيل او ريموت شيل. ريموت شيل بالعاده يكون حق نتورك الادمن يدخل مباشره على يعني على الشيل الريموت شيلز موجوده في النتورك عنده بالعاده يسوون ادمنستريشن ريموتلي حق الانظمه خصوصا ين سولاريس. واتوقع اكثر الناس اللي يشتغلوا في شركات الاتصالات انظمه مثل التابز وغيره يستخدمون بالعاده الشيل مثل هذا. المهم هذا ليش مثال هذا مهم؟ لان ارشيل بالعاده تلقاه انا يعني بحياتي العمليه 99% من المرات اللي القاه دائما يكون شنو؟ يكون الكونفجريشن ماله انسكيور ما في باسورد فتاخذ روت شيل مباشره على سيرفر شغل ارشيل. فهذا شيء مهم انك انت كواحد خلينا نقول بن تستر او نتورك ادمن تعرف انت الشبكه عندك شنو فيها صح ولا لا. فهذا مثال بسيط على الـ على الفاندمنتلز. انزين الفاندمنتلز مثل ما قلنا مساء اخذنا مثل قلنا بروجرامينج او اس نتوركينج وغيرها من الامور. اذا انت عندك فاندمنتال حق كل نوع من انواع العلوم او كل سبيشاليزيشن او كل نوع او مجال من انواع النولج بروجرامينج نتوركينج كريبتوغرافي. فانت خلينا نكون صريحين لما نقول مجال سايبر سيكيورتي ما هو مجال قائم بذاته صح ولا لا؟ هو شيء ينبني على مجالات اخرى صح ولا لا؟ فشلون انت تبي تدش هالمجال سايبر سيكيورتي وتبني الدور الثاني وانت الدور الاول الحين ما بنيته صح ولا لا؟ فانت تحتاج الفاندمنتلز في المجالات هذه كلها وعلى اساس الفاندمنتلز هذه راح تعرف انت السبيشلايزيشن مالك وتعرف شلون انت تدخل في المجال هذا. فمثل ما قلنا السايبر سكيورتي هو ادد لاير يعني هو لاير وطبقه فوق المجالات الاخرى لانك انت تبي تسوي سكيور حق الابلكيشنز لازم تعرف شلون تشتغل الابلكيشن صح ولا لا. سكيور حق نتوركينج لازم تعرف شلون تسوي شلون تشتغل البروتوكولات واجهزه الشبكه. نفس الشيء مع الداتابيسز. فانا انصحك لا تغش نفسك ولا تغش غيرك وتقفز وانت لح ما تعلمت شلون تحبي. واضح كلامه ولا تدخل المجال هذا وراح تكون غشيت نفسك المجال الاول بالمقام الاول اذا انت ما عرفت وتعلمت الاساسيات لانك انت راح تكون بنيت على شنو؟ على اساس ضعيف صح ولا وراح وهذا واقع انك انت راح يوم من الايام تكتشف انك انت تحتاج الفاندمنتلز لكن فاندمنتلز ما عندك وما راح يكون عندك وقت انك انت تتعلمها لما يكون عندك امامك مشكله مثلا. فحاول دائما انك انت تبني على الفاندمنتلز وتتعلمها. والفاندمنتلز يعني بورينج وورك شغل ما حد بيسويه لكنه شغل مهم ولانه شغل بورينج ومطلوب ومهم راح تلقى الاغلب يحاول انه هو شنو ينحاش منه ويتحاشاه. فمجرد ما انت تتعلم الاساسيات وتركز عليها وتبذل فيها جهد انت تغلبت على 70% من اقرانك ومن الناس اللي معك بالسوق اللي معك بالكارير ومعك بالدراسه وكل شيء. لان الاغلب راح يحاول بطريقه اخرى انه هو يعني خلينا نقول يتجاهل او يتجاوز الاساسيات الممله هذه. طبعا مثل ما قلنا المدخل حق سايبر سكيورتي يختلف على انت شنو تبي وانت شنو تحب وشنو الاساسيات اللي انت دخلت فيها. انا مثلا كان مدخلي في عالم سايبر سكيورتي هو موضوع الابلكيشن سكيورتي. انا يعني لا ازال ديفلوبر فيرست بنيت على اساسه يعني تعلمت سايبر سكيورتي كابلكيشن سكيورتي. انا مو نتوركينج جاي مثلا ولا اني انا خلينا نقول تخصصي كسيستمز لكن انا تخصصي ابلكيشنز والديفلوبمنت فبنيت على اساسه السكيورتي. انت يمكن تحب الهاردوير في
في ناس يحبون الهاردوير، في ناس يحبون الأجهزة، في ناس يحبون الهاردوير سيكوريتي، مجال عملاق، مجال كبير جدا. في ناس يحبون الادمنستريشن، سواء كان الادمنستريشن التقليدي أو بالكلاود أو غيره. في ناس يحبون نتوركينج. هذه كلها مداخل إلى شنو؟ إلى أن معلومات. يعني هو ما هو طريق واحد، وأنا راح أقول لكم يا جماعة اللي بدش المعلومات هذا هو الطريق واتبعوه، لأن هذا لأن أنا راح أكون هني غشيتك. ليش؟ لأن أنت تفكيرك واللي أنت اللي تحبه وأنت هوايتك راح تكون مختلفة عني. لما أنا أرسم لك خط تمشي عليه أنت بناء على خبرتي فقط، راح أكون أنا شنو؟ تجاهلت كل ما فيك أنت من مميزات وكل ما فيك من أمور غير عني، ورسمت لك خط بناء على خبرتي وخلينا نقول تجربتي أنا فقط. لذلك أنت لازم تعرف تختار المعركة اللي تبدش فيها. أنت لك الخيار أنك أنت تدش معركة ناجحة ومعركة خاسرة. شلون؟ أنك أنت راح لازم تقتنع أن المجال هذا جدا كبير وما تقدر تلحق على المجال بكل تفاصيل اللي فيه. لازم تعرف شلون تختار التخصص مالك، تعرف شلون مدخلك على المجال هذا، لأن أكيد أنتوا كلكم ما جيتوا هنا إلا تحبون أو interested في سايبر سكيورتي، صح ولا؟ لكن المجال جدا كبير جدا عميق، ولا أحد يقدر يقول أنه هو ملم بأغلب المجال أو كل المجال. لذلك لازم تحاول أنك أنت تركز وتختار بعناية شنو المجال أو شنو المدخل اللي بتدخل فيه، وهذا شيء زين لأنك أنت معناته أن المجال هذا جدا كبير، بالتالي عندك خيارات وايد. بس الخيارات ممكن تكون أيضا شيء سيء، صح ولا؟ ليش؟ إذا ما يكون عندك خيارات وايد شو يصير فيك؟ تحتار جدا، صح ولا؟ إذا تبي تحيرة خيرة، عدل مو عدل. لما يكون عندك خيارات وايد ما تعرف وما يمديك انك انت تقيمها كلها، عندك 100 طريقة او 100 تخصص تحت سايبر سيكوريتي، شلون تختار اي واحدة فيهم؟ فهذا الشيء راح يعطيك، راح يتسبب في انك انت ما راح تقضي وقت جيد او وقت كافي انك انت تعرف وتقيم قدراتك ورغباتك في المجال هذا وانت شنو تحب. هذا مثال على كتاب يعني يعالج المشكلة هذه. فاللي بيصور كتاب قبل ما نحرك السلايد، انتم عارفين ان سايبر سيكوريتي في داخل التخصص هذا في تخصصات دقيقة وايد، يعني في ناس تحب اكسبلويت ديفلوبمنت، في ناس تحب الجي ار سي، ناس تحب البن تيستينج، ناس تحب الريفرسينج، ناس تحب الفورنزكس ابلكيشن سيكيورتي، فالف خيار وخيار. في مقال صراحة انا قريته كان وايد حلو يشرح المشكلة هذه، اللي بيصور الرابط حق المقال يلخص الكتاب بالمساعة، لان احنا ما عندنا وقت نلخص كل كتاب راح نذكره كمثال. كمل طيب. إذا عندي خيارات وايد شنو الحل؟ أمس بأحد الاجتماعات أحد الإخوة سألني قال أنت شلون قدرت يعني خلينا نقول توصل بلاك هات؟ ولو أني أنا ما شفنا هذا إنجاز ترى كبير يعني، لكن قلت له بصراحة تعلمت أقول لا. لم تعلمت أقول لا قدرت تركز بشيء. لازم تعلم تقول لا حق يعني حق الأمور هذه اللي تطلع لك والرغبات اللي أنت تواجهها في هالمجال. أنا كان ودي اتعلم وادش ديب في الريفرسنج وادش ديب في الفورنزكس وادش ديب في الكريبتوغرافي والف مجال، كلهم مجالات فيها تشالنجز، مجالات حلوه، بس اذا انا ما قلت لا شو راح يصير فيني؟ راح يضيع وقتي، صح ولا لا؟ راح اتشتت، ما راح اقدر ان انا شنو اركز على شيء واحد. لذلك اول واهم خطوه عشان تعرف التخصص مالك او تقدر انك انت تدش ديب وتركز انك تعلم تقول شنو، تقول لا. ولا كلمة صعبة تقولها، دائما تحاول شنو؟ دائما تحاول ترضي نفسك، تحاول ترضي الآخرين. فلان ودك تاخذ دورة فلانية بشيء غير تخصصك، ايش راح تقول؟ اي والله ودي. ودك تدش بروجكت الفلاني؟ اي والله ودي. ودك تجرب المشروع الفلاني؟ ودك تدش. دائما الواحد وده شنو؟ يجرب، صح ولا لا؟ بس إذا ما تعلم يقول لا ما راح يبقى له وقت انه هو شنو؟ يركز، عدل مو عدل. وهذا الشيء انا صار معي صراحه. انا مرت لي يعني خلينا نقول مرت علي مجموعه سنوات وما قدرت انا اعرف شنو رغبتي وشنو تخصصي، وما عرفت بالضبط شنو وجهتي. فقعدت جربت كل شيء، جربت مجال المالوير، جربت مجال البلو تيمينج، ريد تيمينج، جربت الشغل في كتكنولوجيز حق السوك ابلكيشن سيكيورتي كريبتوغرافي، بس بالنهايه شنو صار معي؟ فشلت. ليش فشلت؟ لان راعي بالين انا شذاب، ها؟ بس العبارة صحيحة، عدل مو عدل. ما يقدر واحد يسوي، ما يقدر واحد يحاول انه هو بيصير كل شيء مرة واحدة بتاع كله، معناته انه هو يا انه هو يعرف شيء بسيط عن كل شيء، او انه هو يعرف ويكون ديب بتخصص واحد فقط. بالتالي شلون يقدر هو يوصل حق المرحلة هذه؟
يختار تخصص ثم يقول حق كل شيء آخر شنو؟ No. لا هذا تخصصي، أي شيء ثاني شنو؟ لا أبركز على تخصصي، أبدخل فيه شنو؟ بدخل فيه ديب. ليش؟ لأن بالنهاية إحنا ملزومين بوقت قليل جدا، عندنا 24 ساعة باليوم، إيش كثر منها يروح في حاجاتنا صح ولا لا؟ وإيش كثر وقت منها يبقى أنك أنت تقدر تركز وتشتغل فيه؟ عدل معدل. فإحنا ما عندنا وقت، بالتالي ما راح نقدر نحل المشكلة هذه إلا عن طريق نتعلم نقول شنو؟ نقول نو. واضح المواضح؟ إنزين التركيز، كلنا عندنا طاقات ذهنية محدودة جدا، يعني الإنسان عشان يركز نادر جدا 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 نادر تلقى إنسان يقدر يركز بساعتين من دون ما يقاطع شيء، معنى ساعتين يعتبر شنو؟ ولا شيء من ضمن 24 ساعة صح ولا؟ لكن اللي يقدر يركز أكثر من ساعتين وثلاث ساعات متواصلة من دون ما أكو شيء يقاطعه راح تلقى ينجز إنجاز، خلينا نقول يعني إنجاز يعتبر مقارنة مع غيره جدا مرتفع. والوقت ما تنطبق عليه قوانين الرياضيات العادية، يعني نص ساعة زاد نص ساعة ما يساوي ساعة. ليش؟ لأنك أنت عشان تدخل في جو التركيز وتدخل في جو الشغل وتدخل في جو الإنجاز تحتاج وقت علشان توصل حق المود صح ولا لا، عشان تبدي التركيز. فإذا أنت كنت كل نص ساعة شيء قاطعك، إيميل تلفون واتفر، مهما اشتغلت لو اشتغلت 10 ساعات باليوم انت بالنهايه يمكن حصلت شغلك الحقيقيه ساعه فقط. واضح ولا لا؟ فاذا الوقت ما ينجمع جمع الارقام العاديه، بالتالي 4 ساعات متواصله او ساعه واحده متواصله من دون مقاطعه افضل من 10 ساعات فيها مقاطعات كل ساعه. واضح الفكره ولا لا؟ فالفوكس تحدي يعني جدا صعب، واحنا نعيش في عالم يعني نواجه جيش من المقاطعات والدستراكشنز في السوشيال ميديا صح ولا لا، في التلفونات، كلها أجهزة أصلاً إنجينيرد إنها تكون أدكتيف صح ولا أدكتيف صح ولا لأ، مصمم إنها تكون شنو؟ شفتوا بتويتر لما تنزلون وشوي تويتر يلود المسجات الجاية، هذه الفكرة شنو قصد منها؟ إنك تدمن صح ولا لأ؟ تدمن على شنو؟ شنو بيجي؟ عدل معدل؟ وما يبلك 1000 رسالة مرة واحدة، يبلك 5 رسائل 10 رسائل كل مرة يعطيك لقمة تقدر تأكلها عشان تم تطلب تطلب تطلب. فبالتالي انت تواجه يعني جيش من التكنولوجيز اللي مصممه علشان تخليك انت شنو كابتشر داخلها وتخليك ادكتد وتخليك انت مدمن عليها. بالتالي الانسان يقدر يحصل ساعه وساعتين من تركيز باليوم متواصله بدون مقاطعه، هذا انسان عايش بنعيم، وهذا انسان يعني عنده نعمه ما يعلمها الا الله عز وجل. هذا الكتاب كان وايد مفيد في موضوع معالجه الفوكس والتركيز، فانصح يعني انصح فيه وبشده. قبل ما نمشي صورته خلاص نكمل. طيب اذا انا احتاج ان انا شو اسوي؟ اطور التركيز عندي بحيث يكون عاده اوتوماتيكيه. يعني شلون؟ يعني تركيز يجي من نفسه، اغير بيئتي، بيئه العمل انا اشتغل فيها. تخيل واحد يشتغل على بروجكت وتليفونه قاعد يمه حاطه يعني فيس اب على قولتهم، وشغل نوتيفيكيشن كلها حق كل انواع البرامج وكل الجروبات، واللابتوب اشتغل على التاب، والتاب الثاني شنو؟ تويتر والايميل وغيرها، وقاعد قدام نتفليكس، شلون بيركز هذا؟ ولا اللي يشتغل داخل كوفي شوب وناس رايحه ناس راده وناس تسولف وناس تمشي، عدل معدل؟ فانت عشان تقدر تسوي الشيء هذا يكون هو معك عاده طبيعيه، لازم اول شيء تنظف الانفايرمنت مالتك وتخليها انفايرمنت صالحه لشنو؟ للتركيز، ولازم تتعلم شلون مخك يخدعك. ومثل ما قلنا من ساعه اول المحاضره، انت أكبر تحدي وأكبر عدو حق نفسك، وبنفس الوقت أكبر شنو؟ أفضل صديق لنفسك. لكن لازم تعرف أن مخك راح يسوي عليك تريكس وحركات وخدع، فلازم تعرفها عدل. أحد الكتب اللي كانت جدا مفيدة للموضوع هذا اللي هو كتاب اسمه Atomic Habits، أنا أتوقع كل الكتب اللي ذكرناها في منها نسخ عربية، لكن مجرد ما تلقون الكتاب وتصورون راح تعرفون إذا في خلينا نقول نسخة عربية ولا لا. فهذا كتاب أيضا جدا مفيد. إنزين إذن شلون أنا أجد التخصص اللي يحبه قلبي؟ شلون أنا أعرف أنا منو؟ حين أنا فلان الفلاني، أنا منو في هذا التخصص؟ شنو موقعي من الإعراب في مجال سايبر سكيورتي أو مجال الآي تي أو أي مجال آخر في الكارير مالتي؟ شلون أنا أعرف أنا منو وشنو راح أصير وشنو التخصص مالي؟ ولما ينقال فلان الفلاني شنو الفكرة اللي تطرح على الناس؟ أي هذا فلان اللي تبع المالوير، هذا فلان تبع مثلا الفورنزكس، شلون تتكون الفكرة هاي وتوصل حق الشيء هذا؟ لازم أول شيء تعطي نفسك مساحة لشنو؟ للتجربة، لازم تجرب بعض الأمور، وهذا الشيء لازم يأخذ وقت، أنت لازم تضيع وقت سنة سنتين أكثر أقل
في انك انت تجرب اكثر من شيء حتى لو شيء ما عجبك. مجرد انك انت تجرب عده مجالات، تجرب عده خلينا نقول تخصصات داخل المجال هذا، وشوي شوي راح توصل لمرحله تبدي الساحه معك تبين اكثر، والطريق مالك راح يبين بشكل اوضح شوي شوي. اول ما تبدي في عندك قدامك 20 طريق ما تعرف وين تدخل، لكن لما تجرب راح تعرف ان هذا ما يصلح لك، وهذا ما يعجبك، وهذا ما ينفع مع طريقه تفكيرك. مع التجربه راح تعرف تتعرف على نفسك اكثر، وتتعرف على الشيء اللي انت تحبه، وهذا الشيء راح ياخذ وقت، ولازم ياخذ وقت، والوقت هذا انت ما تقدر تختصره مهما حاولت. اذا اختصرته راح تطوف على نفسك دروس مهمه تساعدك في انك انت تجد مثل ما قلنا الترو لوف مالك. اين يسالوني اسئله وايد وشكل يومي، اخذ اي دوره، اخذ اي شهاده، شلون ادش المجال؟ انا ما اعرف، كن صريح معكم، ولا احد يعرف. وانت لما تسال السؤال هذا انت للحين ما عرفت، بس من راح يعرف شيء هذا؟ راح تعرف انت هالشيء لما تعطي نفسك المساحه هذه للتجربه والخطا والتجارب وقضاء الوقت في البحث عن الشيء اللي انت ودك تختاره كتخصص. فانت لما تبدي انت مو متوقع منك انك تعرف، وهذا شيء طبيعي. لذلك لازم تعطي نفسك روم فور ايرور. انت لازم تتحمل، وعادي يكون عندك يعني تجارب فيها اخطاء وتجارب فيها يعني تحديات، ومثل ما قلنا التجربة الاخطاء هذه هي تعطيك الخبره. وانا انصح انك انت تحاول هالشيء بنفسك، ولا تتبع القالب اللي يسويه او يحط لك اياه غيرك. ممكن يجيك واحد يقول لك انا راح اعطيك الخريطه مالت شهادات وتخصصات ام معلومات، هذا كلام غير مفيد. ليش؟ لان الشخص هذا اما انه هو سوى الخريطه هذه بنفسه او اخذها من احد ثاني، صح ولا لا؟ اذا اخذها من احد ثاني هذه مشكله، اذا سواها من نفسه هذه مشكله اخرى. ليش؟ لانه سوى خريطه على المجال اللي عنده. انا واحد الحين لو سالتني راح اقول لك اول شيء تعلم برمجه، ثم تعلم الابلكيشن سكيورتي، ثم تعلم كيت وكيت. ليش؟ انا سويت كذي. طيب انت ممكن يكون مجالك او تخصصك شيء اخر، انت ممكن توصل حق التخصص اللي تحبه عن طريق تجارب مختلفه وتجارب اخرى. بالتالي انت لا تحرم نفسك نعمة انك انت تتعلم وتكسب خبرة، وتطلب ان واحد يعطيك ملعقة ذهبية فيها فجأة كل الدرب كامل ومرسوم، وهذه التخصصات وهذه المجالات وهذه الدورات تاخذها، لان هذا الشيء مستحيل انه هو ينطبق على حالتك. وكل انسان غير، مو بس كل انسان غير، انت خلال السنوات راح تغير بشكل جذري كبير. فانت قبل 5 سنوات غير عن الحين، بعد 5 سنوات راح تكون مختلف. بالتالي ما في اي فائدة انك انت تتبع قالب او نموذج موجود او حط لك احد اخر. لذلك كان من ضمن الأسئلة اللي يسألني إياها ناس بشكل عام يعني في تويتر وغيرها بشكل مكرر، أنا أجاوب على كل الأسئلة. لمن هي سؤال أنا ما أجاوب عليه؟ لأن أنا فعلًا ما أعرف إجابته. شلون أقول لك شنو الدرب مالك؟ أنا ما أعرف مخك، ولا أعرف أنت شنو تفكيرك، ولا أعرف أنت قلبك شنو راح يحب، شنو راح يسعى. وأكيدك أنت تبي تدخل تخصص وتدخل مجال أنت تستمتع فيه، صح ولا لا؟ بالتالي حاول إنك أنت يعني تبدي بأي طريقة. إذا أنت مو عارف ابدي بأي طريقة، ماكو إشكال، راح تغلط، لكن شوي شوي راح تصير معك، راح تعدل من أخطاء من خلال تجربتك يعني قليلا. والدرب هذا درب موحش، لأن الناس كلها شنو تحاول أنها تتبع القالب هذا، صح ولا لا؟ يلا لازم نأخذ دورة فلانية ثم شهادة فلانية ثم ندش بالمكان الفلاني والوظيفة فلانية. أنت لا، تبي تروح بروحك وتجرب، فراح تلقى أن الناس راح ينصحونك بشيء مختلف، ما راح يفهمونك، راح يكون في بير بريشر او ضغط من اقرانك. ليش ما اخذت شهاده فلانيه؟ ها خايف ولا ما تعرف؟ ليش ما سويت دشيت تخصص فلاني؟ ليش ما نزلت؟ وليش ما رحت المحاضره فلانيه؟ ليش ما اخذت المشروع الفلاني؟ لكن الحقيقه انك انت اذا تبي تتبع وتشوف رغبتك الحقيقيه، هذا الدرب لازم تمشي فيه بروحك. اذا مشيت فيه مع احد ثاني، اما انك انت تخرب عليه وهو يخرب عليك، واضح ولا لا؟ وهذا شيء يعني ما في مفر منه. او ان احنا شنو مثال اخر او البديل الاخر، نصير قوالب، بالتالي ما حد راح يكون عنده رغبه في انه هو يبدع ويتخصص، لانه راح يكون غالبا نحط في قالب غير عن القالب اللي يناسبه. موضوع الشهادات، ناس تسالني شهادات شهادات شهادات. اول شيء لازم نستوعب شغله، ان الشهادات كفكره شنو هي شهادات؟ الشهادات هي اوت سورسنج اوف شنو؟ اوف تراست. شنو يعني؟ يعني انا كجهه ابي اسوي وظيفه وبسوي خلينا نقول عندي توظيف وابي مثلا 10 خلينا نقول انجينيرز ولا 10 سبيشالست او 10 اناليست، وانا كجهه ما عندي وقت او ما عندي قدره ان انا اقيم كل واحد فيهم اذا هو يفهم ما يفهم، صح ولا لا؟ فاقول شنو عندك شهادات؟ ليش؟ بسوي اوت سورس على الفيريفيكيشن هذا، واقول يا جماعه الشركه الفلانيه والشهاده الفلانيه
انتوا اعطوا شهاده، اذا طلع عنده شهاده معناته شنو؟ يفهم، ما عنده شهاده معناته ما يفهم. ايش رايكم بالفكره هذه؟ فكره مو سليمه صح ولا لا؟ اول شيء في اكثر من نقاط نتناولها في موضوع الشهادات. الشهاده اللي هو شهادات الجامعيه ديجريز، ثم شهادات الاحترافيه، ثم النولج. ساعات الناس تسوي بينهم مقارنات، يعني هل انا اخذ شهادات جامعيه ولا اخذ شهادات احترافيه؟ هل اخذ شهاده ماستر ولا اخذ شهاده شركه فلانيه وشركه فلانيه وشركه فلانيه؟ الحقيقه ان المجال الكارير هذا والسوق اللي احنا قاعد نشتغل فيه معترك وحرب يعني طاحنه صح ولا لا؟ فانت تحتاج as many weapons as possible، تحتاج يكون عندك اكثر، تكون مسلح باكثر عدد ممكن من الاسلحه. في وظائف او في خلينا نقول فرص العمل يبون شهاده جامعيه، وفي فرص لا ما يهمهم شهاده جامعيه، يبون شهاده احترافيه، وفي ناس ما يبون هذا ولا هذا، يبون يقعدون معك ويشوفون انت عندك فهم ولا ما عندك فهم، صح ولا لا؟ في جهات ما عندها مانع تقابل المتقدمين على الوظيفه وتقعد معاهم وتقضي معاهم وقت وتحاول تفهم وتشوف اذا هم فاهمين ولا لا. فانت افضل شيء لك انك تسوي تاخذ كومبينيشن من هذول كلهم. انا ما انصح واحد يروح ياخذ 3 شهادات دكتوراه صح ولا لا، ولا واحد ياخذ له 20 ولا 30 شهاده احترافيه من مختلف الشهادات، ولا واحد ما ياخذ لا شهاده جامعيه ولا شهاده احترافيه ولا شيء. لازم يكون في موازنه، لان لو تشوف انت الواقع في شهادات، سواء كانت شهاده زينه مو زينه، سواء كان الشخص اللي اخذها فاهم وفاهم، الواقع الحين الموجود في العالم انه وايد من الفرص الوظيفيه، وايد من المشاريع والعقود يقول لك والله لازم عندك شهاده فلانيه. ليش؟ هذا ارث موجود قديم، تعودوا الناس ان يطلبون شهاده فلانيه وشهاده فلانيه، تعودوا يطلبون بكالوريوس، تعودوا يطلبون ماستر، وهذا الشيء انت ما تقدر تغيره. انت مو مطالب انك انت تحارب العالم كله وتصحح العالم كله، انت مطالب انك انت شنو؟ تعرف تتعامل مع الموجود. فانا انصح انك انت تركز لك على وتشوف انت شنو تبي كتخصص، ثم تاخذ تجمع لك نولج فيه وتاخذ فيه شهاده معينه احترافيه، شهاده جامعيه، يكون عندك خيارات حق كل انواع الفرص الموجوده. لكن الافكار الاكستريم اللي لا خذ الشهادات هذه فقط ولا تاخذ شهاده جامعيه ولا تاخذ شهاده احترافيه ابدا، هذا يعني خلينا نقول فكره اكستريم جدا. والصراحه ان الشهادات يعني مثل ما قلنا كاوت سورس اوف تراست، معناته في شهادات او في راح يكون لها خلينا نقول تاثير ايجابي تاثير سلبي صح ولا لا؟ في شهادات لما تشوف تقول اي والله هذا، انت تحس ان هذا الكانديديت وايد زين، وفي شهادات لما تاخذ تقول لا هذا شكله ما يعرف، شكله مو مرتبط بالوظيفه المطلوبه صح ولا؟ اذا فكره جمع الشهادات فقط ما تنفع، لازم تتعرف تختار بعنايه شنو الشهاده اللي تبيها بناء على انت كشخص شنو تخصصك وانت كشخص شنو مجالك. يعني واحد مثلا تخصصه بروجرامينج بلغه معينه، مو لازم ياخذ شهاده في سيستم ادمنستريشن، مو لازم، انت ممكن وقتك هذا اللي ضيعته تقضيه بشيء انفع بوايد في تخصصك انت. عشان شيء لازم تعرف تقول شنو؟ تقول نو صح ولا لا؟ ممتاز متابعين معي. الشهادات فيها الواقع الحين لو تشوفها صار فيها نوعا ما انفنت لوب، شلون؟ كل ما شهاده صارت مشهوره كل ما زاد فيها شنو؟ ديماند، كل ما صار فيها ايضا شنو؟ بالتالي يزيد فيها الغش صح ولا لا؟ لما يصير شيء مطلوب الناس تبي تاخذه باي طريقه، واضح ولا لا؟ لذلك اغلب الشهادات المشهوره بالعالم لها ما اقول غش، لها بزنس قائم على الغش حق الشهادات هذه. يعني في شركات حاليا موجوده بالعالم البزنس موديل مالها انها تغششك في الشهادات هذه، معناته شنو؟ معناته الاوت سورس اوف تراست انكسر هني صح ولا لا؟ واحد اخذ الشهاده الفلانيه اي بي سي اكس واي زد وات ايفر، وانت تعرف ان الشهاده هذه معناها زينه لان فيها غش وايد، اذا لما يجيك كانديديت عندها شهاده شو تسوي؟ تثق ما تثق؟ اذا اختبرت معناته لا، ان شاء الله طالب شهاده من الاساس، انا اختبره خلاص صح ولا لا؟ فانكسر شنو؟ انكسر الاوت سورس اوف تراست، واضح المواضح؟ فنعيش في الانفينيت لوب هذه، نطلب شهادات معينه تصير مشهوره ثم يصير فيها غش، ثم ما ثم الشهادات هذه نبدا نخاف منها، فبالتالي نقوم نقول حق الموظفين لا يا جماعه بنختبركم، اذا ما استفدنا من الشهاده. فانت لازم تعرف ان الشهادات هذه يا جماعه ترى بزنس، يعني كل شركه تسوي شهادات يقول لك سنه سنتين تعال جدد شهاده، ندفع فلوس جدد شهاده، انزين ليش اجدد؟ انا خلاص اخذتها صح ولا لا؟ لازم تدفع، لازم تسوي. نعم بالضبط، شهادة انت اخذت شهادة هذه قبل مثلا 10 سنوات
الفكرة اللي أخذتها فيها شهادة اختلفت بالكامل، السكيل سيت اختلفت بالكامل، صح ولا لا؟ وبعض الشركات اللي تسوي شهادات تقول لك تعال جدد، تعال ادفع. فأنت لازم تعرف شغلة، أن الشهادات مع أنها شيء مفيد جدا، لكنها لا تزال بزنس driven mainly by شنو؟ by money، صح ولا لا؟ المحرك الأساسي في business certifications هو الفلوس. لذلك أنت لازم تكون حذر جدا في تعاملك مع الشهادات وتعرف تختار بعناية. يعني أنت لما تيجي واحد مقدم على وظيفة وعنده 30 شهادة من شهادات هذه، شو راح تفكر؟ راح يكون شيء مريب، صح ولا لا؟ هذا متى مدى يسوي كل هالشغلات؟ وإذا مدى متى اشتغل عيل، صح ولا لا؟ فويك واحد ما عنده أي شهادة، راح يكون قدامك كأنه صفحة بيضة ما تعرف عنه ولا شيء. فدائما نحاول نحن موضوع شهادات ما نعطي خلينا نقول أهم أو خلينا نقول أكبر قيمة. الناس حاليا عندها هوس بالشهادات. أنا أقول لك تبي تنجح في هالمجال، الشهادة مو هو الشيء الرئيسي، الشيء الرئيسي هو الفاليو اللي أنت تقدمها. ليش؟ الفاليو اللي أنت تقدمها شيء ما ينأخذ منك. أنت إذا قدمت فاليو والناس شافت الفاليو هذه وشافت إن في من وراك منفعة حقيقية، قدمت شيء الناس شافته، وراح نأخذ مثال على بعض الأمثلة مثل هذه، هني ما يفرق معك أي شهادة. في ناس الحين موجودين في الكارير، سواء يعني خلينا نقول بالريجن عندنا أو في العالم، ما يهمك شنو شهادته، خلاص هذا فلان فلاني ما يحتاج أسأل عن شهادته، صح ولا لا؟ فهذا ليش؟ لأن هذا الإنسان وصل لمرحلة من الفاليو الموجود عنده إنه ما عاد يحتاج أي شهادة، ولا حتى الناس تطلب منه السي في، واضح ولا لا؟ فهذا الشيء الواحد لازم يطمح له إنه هو يوصل إلى يكون عنده سيلف شنو؟ سيلف فاليو، الفاليو من عنده. يعني أنا ساعات أقعد مع بعض الشركات يقول لي والله التيم مالنا أول ما يصرف معي عن شركتهم يقول التيم مالنا كله أو إس سي بي. فأنا أستغرب، الحين أنت ما لقيت تعرف فريق مالك بأي شيء إلا أن عندهم الشهادات هذه؟ طيب هم شنو؟ ما عندهم من الفاليو لأن عندهم الشهادة هذه؟ صح ولا لا؟ ونشوف هذا موجود وايد بالسوق، بس هذا أبروتش غلط، لأن الشهادات صارت مشهورة، بالتالي قانون العرض الطلب شنو معناته؟ كل ما الشيء نعرض وايد شو يصير بقيمته؟ تقل، صح ولا لا؟ لا صار الكل عنده سي اتش، الكل عنده سيسب، الكل عنده او اس سي بي، الكل عنده شهادات سانس، شو يصير بالشهادات هذه قيمتها؟ لما يصير عندك وظيفه مقدمين عليها 1000 واحد عندهم نفس الشهاده هذه، ايش راح تفيدك في شهاده؟ ما فادتك. اذا تحتاج شيء اخر، صح ولا لا؟ تحتاج شيء ما حد ينافسك فيه، تحتاج شيء ما حد يقدر ياخذه منك، شنو الشيء هذا؟ تحتاج تكون أنت شيء يونيك، شيء مختلف قام بذاته، ما حد يقدر يقلده، ما حد راح يقدر يصير مثلك يقلدك بالمهارة أو السكيل اللي عندك. أنت كإنسان عندك مجموعة خبرات ومواصفات ومهارات مختلفة عن أي إنسان آخر بالدنيا، أنت فقط عليك أنك إما أنك تشوفها أو تعرف تبرزها للعالم. واضح الفكرة ولا لا؟ راح ناخذ امثله على الشهاده. لكن في عندنا كان في سلسله تغريدات وايد حلوه حق مغرد اسمه نافال عن موضوع اللي هو سبيشلايزيشن. فاللي بيصور الكيو ار كود قبل ما نمشي، نكمل. طيب نشفت وريجي. انزين، الفكره ان انت لازم تلقى شيء، وركزوا معي ها، يكون بالنسبة لك كأنه لعب سهل، اي معك سجية كذي من الطبيعة من دون ما انت تبذل اي جهد، مثل ما شارك الماي توني. لكن يكون بالنسبة للآخرين شنو؟ شغل متعب. هني ايش يصير معك؟ يصير معك شيء نسميه ليفرج، او قوة او ميزة على الآخرين. مو قصدي انك تقوم تأذيهم تظلمهم، قصدي انك انت يكون عندك فاليو الناس تبيها وتحتاجها، واضح ولا لا؟ وكل واحد فينا عنده مجال ومخه يقدر يودي الى طريق يجد فيه شيء. هذا شنو هو؟ كل واحد مختلف. شيء بالنسبه لك يصير سهل كانه لعب، وبالنسبه للاخرين شغل متعب صعب، بالتالي هما يبون احد يساعدهم فيه، يبون احد شنو يعينهم فيه، بالتالي يصير عندك شنو الفرص الوظيفيه، الشغل، المشاريع، البروجكتس، وات ايفر. واضح الفكره ولا لا؟ شنو الشيء هذا اللي هو بالنسبه لك لعب، بالنسبه للاخرين شغل متعب؟ هذا الشيء لازم انت تعيد تعريف تخصصك وتعيد اكتشاف نفسك مع الوقت لحد ما تجد شيء نسميه مايكرو سبيشاليتي. شنو يعني مايكرو سبيشاليتي؟
يعني تخصص داخل تخصص داخل تخصص لحد ما تسأل والله فلان الفلاني إيه هذا الشخص اللي شغلته أو تخصصها شغلة الفلانية، فتلقى أن الشخص يتعرف بالفاليو مالته، ولما يطرح التوبك المعين تلقاه هو أول اسم يذكر فيه. ليش؟ صار عنده الفاليو طالع من نفسه، ما يحتاج خلاص شهادة، ما يحتاج أحد يشهد له، ما يحتاج دقري من الجامعة أو أي شيء آخر. ليش؟ لأن صار الشهادة أخونق الفاليو نابعة من نفسه وموجودة فيه. في أمثلة وايد على مايكرو سبيشالتي. خلنا نأخذ مثال عالم الويندوز سيكوريتي، عالم كبير صح ولا لا؟ ما في أحد على وجهه كأرضية يعني أحاط بكل مجالات الويندوز سيكوريتي صح ولا لا؟ مجال عميق جدا، بالتالي أنا ما أقدر أغطي بالكامل ديب، إما أني أغطي بشكل جدا خلينا نقول يعني ضحل من دون أي تعمق وأشوف كل نوع المجالات، أو أختار شيء واحد وأدش فيه شنو؟ وأدش فيه ديب صح ولا لا؟ تعرفون هذا؟ من هذا؟ اللي سوى البرنامج اسمه ميمي كاتس، تعرفون ميمي كاتس ولا لا؟ هذا برنامج فري اوبن سورس، وظيفته انه يسوي اكستراكت حق الباسوردز والكريدنشلز والكيز من داخل الميموري بالويندوز. هذا البرنامج سوى صداع مو طبيعي حق مايكروسوفت وحق شركات السايبر سيكيورتي كلها، ومهما حاولوا يسوون له طرق يمنعونه في طريقه انه هو يعني خلينا نقول يتجاوز الحمايه هذه. يعني مايكروسوفت عندها تيمز فقط وظيفتها شلون تتعامل مع المشكله اللي برنامج هذا يعني خلينا نقول يعني يهاجمها. الشخص هذا فرنسي اسمه بنجامين، شو سوى؟ اختار برنامج واحد بالويندوز بروسس واحده نسميها الساس لوكال سيكيورتي سب سيستم. هذا البرنامج داخل ويندوز فكرته انه هو لما تكتب باسوردك بالويندوز يخزنها داخل البرنامج هذا انكربتد بالميموري مال هالبرنامج، تمام؟ وهذا الشخص وجد طريقه باستخدام الويندوز اي بي ايز انه هو يفتح البروسس هذه ويطلع من داخلها شنو؟ الباسوردز والكيز، ويطبع لك اياها بشكل مرتب وشكل سهل. هذا الريال قال انا ما ينفع اشوف كل شيء، عالم ويندوز عالم وايد كبير، فاخذ له بروسس واحده وقاعد يحفر فيها ويحفر فيها ويحفر فيها لحد ما صار هو لعل يعني اكثر واحد بالدنيا الناس تعرف بهالمجال بهال خلينا نقول بهالتخصص. اكثر شيء يقولون والله بنجامين ديلبي. ليش؟ لانه هو اخذ هالمجال وهالشيء الصغير جدا مايكرو سبيشالتي، اختار من ويندوز سيكوريتي حبه صغيره البروسيس مالت الاساس وقام تعمق فيها ودش فيها ديب، بالتالي شنو قدر يصير؟ صار هو كانه هو الخبير العالمي الاول في هالمجال، واي واحد يتكلم عن الويندوز خلينا نقول الباسورد سيكوريتي على طول يقول لك شنو؟ نزل ميميكات، استخدم ميميكات، شوف شلون طريقه شغلها. ليش؟ فوكس ديب على شنو؟ على وان سمول فيلد، وقام يسوي له ريديفينيشن، كل شوي يعيد صياغه التخصص ماله. اكيد هو اول شيء ما طلع من بطنه ما يعرف سايبر سيكوريتي صح ولا لا؟ دش بهالمجال، شاف انه في عالم كبير، اختار الويندوز، شاف انه في عالم كبير، اختار الويندوز كاوبرنت سيستم كاو اس هم عالم كبير، قام يشوف البروسيسز والابلكيشنز داخل ويندوز لحد ما اختار هذه وركز فيها وقام دش فيها ديب. واضح الفكره ولا لا؟ طيب في امثله موجوده عندنا بالوطن العربي، عندنا بالخليج، ما هي شغلات ترى ما هو سحر يعني. عندنا مثلا احد الشباب اسمه صبري موجود، نفس الحالة دش بمجالات وايد وقام يعني جرب النتوركينج وجرب اللينكس وجرب الكودينج وجرب سكريبتينج وجرب شغلات وايد وكان فيها زين، لكن للحين ما نعرف بشيء معين لحد ما سوى البروجكت اسمه روبي. فكرته شيء واحد فقط، الروبي بروجرامينج لانجويجز ركز على الأوفنسيف يوزج أوف روبي، شلون أنا أستخدم لغة روبي إن أنا أسوي أتاك تولز وأسوي الأتاكس والبنتريشن تيستينج باستخدام السكريبتينج بلغة الروبي فقط. هذا الشيء أعطاه بهالمجال سمعة عالمية، وهو إن شاء الله عنده شيء قاعد يجهز راح يكون شيء جميل إن شاء الله، بس للحين ما أطلقه. فشو الفكرة هني؟ ليش تكلمنا عنه؟ لأنه مثال على واحد جرب شغلات وايد بعدين قال شنو؟ لازم أدش ديب بمجال معين. في شخصين من الكويت، واحد من الشباب ما شاء الله عليه دخل في مجال بالفولنبلتي ريسيرش وصار جدا بروفيشنال فيه، وقام يركز على شنو؟ على مو كل انواع الفولنبلتيز، على البراوزر فولنبلتيز في البراوزرات، ومو كل البراوزرات، ركز على اي براوزر، لا مكرم مكتوب قدامك يا اخي على فايرفوكس.
مو كل انواع الثغرات في فايرفوكس، فقط الثغرات اللي لها علاقه باليو اي بيهيفير، يعني باليوزر انترفيس. واضح ولا لا؟ فدش وقام اعاد تعريف تخصص ماله، ديب داخل ديب داخل ديب، لحد ما شنو لقى الشيء اللي بالعالم كله الناس اللي مركزه فيه كم عددها قليل جدا. فبالتالي صار سهل انه هو شنو، انه هو يتميز، انه هو يبدع، وانه المجال لانه هو جدا ديب تلقى ما حد سوى في ريسيرش وايد. بالتالي انت تخيل واحد يبي ينقب عن الذهب مثلا، تروح بالمكان الناس كلها قاعد تحفر فيه ما حتلقى شيء، صح ولا لا؟ لكن تروح وتشوف مكان وزاويه ما حد راح لها وتبدي تحفر هني، ليش؟ لأن المجال ما حد، هالمكان ما حد دخل فيه وما حد بحث عنه، بالتالي راح تلقى شنو؟ راح تلقى امور ما حد اكتشفها. لكن في ريسك، شنو الريسك هذا؟ ممكن ما تلاقي شيء، صح ولا؟ فهذا ريسك واحد لازم يعني يتقبلها وياخذها. الشخص هذا اسمه عبد الرحمن القبندي، وهذا اكونت في تويتر، والريسيرش ماله صراحه جدا يعني جدا عالمي، والشركات العالميه تعطيه عليه ريوردز وتعطيه عليه يعني خلينا نقول مكافآت، لانه ركز على شيء ديب. عندنا مثال الاوبن سورس ثريت انتليجنس مثلا. قبل عدد من السنوات كان فكره الثريت انتل اصلا مو موجوده عندنا، وكان لما وجدت عندنا كان عباره عن سبسكريبشن تشتري من شركات اشتراك قيمته يعني بالملايين، اخر شيء يعطيك والله مجموعه اي بيات ومجموعه برامج واكونتات ودومين نيمز يستخدمونها الاتاكرز عشان انت تشوف الهجمات وين قاعد تجي وتحاول تربط بين المهاجمين وهويات، اللي هو فكره الثريت انتل بشكل عام. وكان عندنا ثريت انتل خاصه بالخليج، يعني مجال كلوزد بالكامل، بعض الجهات فقط اللي هي تقوم تعرف شنو هي ثريت انتل اصلا، وما عندهم من داخل، يشترون كله من شركات خارجيه. فواحد من الشباب قال لي ليش ما اركز على الجي سي سي فقط، وتحديدا فقط المملكه العربيه السعوديه، واشوف شنو في اوبن سورس ثريتس موجوده حاليا اقدر انا اجيبها من مصادر اوبن سورس، يعني مصادر مفتوحه، يعني مو لازم اشتري اشتراك قيمته ملايين عشان اجيب المعلومات هذه. فقام ركز اللي هو الاكونت اللي هو شنو؟ سعودي دي اف ار، اكيد مر عليكم صح ولا لا؟ اللي هو محمد المنتاخ، كاه موجود قاعد قدامنا. الفكره بسيطه، شاف شيء ما حد قاعد يشتغل فيه واشتغل فيه ودش فيه ديب. الحين محمد ما شاء الله عليه الجهات نفسها تيجي تقول له ها شنو في هجمات، شنو في عندك ثريت انتل تفيدنا فيه، شنو في عندنا هجمات فيشينج موجهه تجاه الشركات والجهات بالسعوديه وبالخليج. فيعني ما شاء الله الفكره جدا بسيطه، العمل اللي سووه عمل رائع لكنه مو شيء مستحيل ولا هو ضرب من الخيال، هو فقط قال نوع حق كل شيء اخر. يمكن محمد ما يعرف يعني انماب، ماكو اشكال صح ولا لا؟ المهم انه هو ركز على تخصص واحد، يمكن ما يعرف اي شيء بالبروجرامينج، يمكن ما يعرف شيء بالبنتستنج، مو عيب. المهم انه هو لقى شيء ديب دخل فيه وركز عليه وصار هذه شغلته. لما اقول لك فلان فلاني، هذا فلان اللي شغلته مثلا ثريت انتل، هذا فلان اللي شغلته ثغرات البراوزرز، وهل مجرد. لكن ما عمرنا سمعنا احد تميز لانه هو يعرف كل شيء، ولانه هو يعرف كل المجالات، صح ولا لا؟ بالتالي احنا ممكن نعطيكم بعض الافكار، لكن هالافكار فقط خلينا نقول يعني امور ممكن بوينترز تفيدكم، لكن بالنهايه يعتمد على انت كشخص وانت تحب. خلينا ناخذ مثال اكسبو ديفلوبمنت، واحد يدش في مجال تطوير الثغرات واكتشاف ثغرات. اكتشاف ثغرات لو بدش في عالم اكتشاف ثغرات الويندوز، في الحين مئات الالاف من ريسيرشرز شغالين بهالمجال، وثغرات تنباع بالملايين صح ولا لا؟ بالتالي الناس كلها داشه تبي تتعلم الفن هذا. لكن في ناس شنو قالوا؟ قال ليش يبغى انا ادش معاهم وانقب عن ذهب بالمكان اللي كل واحد قاعد يحافر فيه؟ خليني اشوف لي اماكن اخرى. ففي ناس ركزت على اكسبو ديفلوبمنت في فقط في مجال الاي او تي. قال خلينا ناخذ الاجهزه هذه الاي او تي، الاجهزه الصغيره، انترنت اوف ثينجز، الكاميرات، اجهزه اللي هو مات الحراره، وقام يركزون على السكيورتي فيها. وهذه الاجهزه شو ميزتها؟ ثغراتها وانظمتها كلها قديمه، كانك تخترق شيء من 1999. الانظمه الاركيتكتشرز كلها ما عليها اي سكيورتي ميتيجيشنز، ما عليها يعني مو متطوره كثر الاوبرنت سيستم التقليديه مثل الويندوز واللينكس والماك. فتلقاهم تميزوا بهالمجال وخذوا فيه يعني قصوا فيه درب حلو، وفي ناس يعني يسوون بلاك هات دورات فقط ان انت شلون تكتب شيل كود او شلون تكتب اكسبلويت فقط في على اجهزه الاي او تي، اي شيء اخر ما يتكلم فيه. فهذا المثال على شنو؟ على نوع ما ديب سبيشاليزيشن، ولان ما حد يركز فيه، الناس اللي ركزت برزت بشكل سريع. واضح الفكره؟ ممكن انت تبي تجرب دش مجال ثريت انتل، تكتب لك تولز مثلا، وكتابه التولز شيء حلو انه هو يعلمك التفاصيل شلون سياره بالواقع، لانك انت راح تقوم تسوي امبلمنتيشن من نفسك. ممكن تبي تتعلم شلون انت تسوي اوتوميشن حق بعض العمليات، انت شغال بالسوك، السوك عمل متعب جدا صح ولا لا؟
ويوميا يوميات عمل السوق جدا مملة وجدا خلينا نقول متعبة، فيها أعمال مانيوال وايد. ممكن تقول تعالي أنا خلنا أسوي لي أوتوميشن حق بعض العمليات اللي إحنا نسويها بشكل دوري. في أمثلة مثلا ممكن تستخدم أو إس كويري اللي هو السيستم سويته أظن شركة فيسبوك، نوع ما داتابيس ديستريبيوتد على أجهزة كلهم، يسوون كويريز على كل أجهزة، عطني البروسيسز الشغالة، عطني الدومينز اللي شابكين عليهم، عطني الاي بيز اللي شبكنا عليهم. هذا مثال على أو إس كويري. أنت ممكن تأخذ الابليكيشن هذه فري أوبن سورس وتسوي لها أوتوميشن، تبني فوقها بروجكت حلو ممكن يفيدك. ممكن تجرب مثلا ساين مونستر، هو أوبن سورس سوك بدل ما تشتري شيء غالي وتقعد تعبث فيه. ممكن تجرب تتعلم على أنظمة الكلاود. ففي أنت عندك مجالات وايد لا تزال بشكل عام ما وصلت ماتوريتي ليفل عالي، وفيها فراغات وفيها دروب للحين ما حد اكتشفها تصلح انك انت تدش وتحاول انك انت تكتشف نفسك يعني وتدش ديب فيها. فانت الحين انت شو راح تسوي؟ شو راح تكتشف التخصص مالك؟ وشو راح تعيد تعريف التخصص مالك لحد ما تلقى الشيء اللي نقول اي فلان ولا فلانه هذا هو تخصصهم، هذا هو شغلهم؟ واضح ولا لا؟ لازم انت لما تلقى هالشيء تقوم تحسن فيه وتحسن فيه وتحسن فيه وتعيد تعريفه وتدش فيه ديب اكثر لحد ما ممكن توصل الى اعلى مستوى حتى في العالم، مو شرط في عندنا الريجن، ممكن حتى بالعالم. غالب الناس راح يقول لك بس انا خايف من المنافسه. منافسه شديده صح ولا لا؟ اللي خايف من هالشيء عندكم اخبار، يعني اخبار حلوه. ماكو شيء اسمه منافسه. شنو يعني كومبيتيشن منافسه؟ انك انت تفوز عن طريق شنو؟ انك تغلب الاخرين صح ولا لا؟ أمركم شفت منافسة الكل فايز فيها؟ لازم بمنافسة شنو؟ واحد يفوز والبقية باي ديفولت شنو؟ خسرانين صح ولا لا؟ المركز الثاني بالأولمبياد في أحد يعرفه؟ ناس كلها تنسى صح ولا لا؟ قول المركز الثاني يأخذ الميدالية. المركز الرابع في أحد يعرفه؟ مع أن تلقى ريال اشتغل واجتهد وتعب صح ولا لا؟ لكن لأنه ما طلع الأول أو الثاني والثالث إذن هو باي ديفولت شنو؟ خسران. فإذا الكومبيتيشن يعني جدا شيء، إحساس وفكرة كومبيتيشن جدا شيء سيء بالنسبة لك. ليش؟ لأن أول شيء الكومبيتيشن معناتها موفينج تارجت. مساء قلنا شنو؟ لما تدش بشيء بلعبة أو تحدي والتارجت يحددها أحد ثاني غيرك، أنت باي ديفولت دائما خسران صح ولا لا؟ أنا حين أجتهد وأشد حيلي لكن أنا شخص ثاني أحسن مني أو عنده ظروف أحسن مني ينتصر علي، إذا أنا هني شنو؟ خسران. ليش؟ لان انا قاعد العب بقوانين وقواعد انا ما قاعد اتحكم فيها. واضح الفكره ولا لا؟ عندنا تحدي مباراه، انت ممكن تخسر وممكن تفوز صح ولا لا؟ اذا فزت هل معناته الفريق اللي خسر ما اشتغل وما اجتهد لكن شار بجهده امام الناس ضاع صح؟ مع ان الجهد موجود وتعبوا فيه. ليش؟ شنو الخطا هني؟ الخطا هو فكره كومبيتيشن، انك انت لازم تفوز عن طريق خساره منه البقية كلهم. واضح ولا لا؟ فأنت قاعد تلعب قواعد شخص آخر، قواعد يتحكم فيها الناس آخرين. والنجاح مالك منو يكون حكم على النجاح مالك؟ هل هو أنت؟ الحكم النجاح منه شخص آخر صح ولا؟ راح يقول إيه فلان فاز وفلان ما فاز. ونشوف هوايد مثلا في أنواع الرياضة وغير أنواع الرياضة. فهني شو مشكلة؟ أنك أنت ما تقدر تنجح من نفسك لما تكون عايش في جو المنافسة هذه. لازم أحد يعلن أنك أنت فزت وأنك أنت الأفضل. بالتالي قدرك وخلنا نقول ونجاحك مو معتمد عليك، معتمد على غيرك. افضل طريقه للتعامل مع فكره المنافسه انك انت تتعلم ان تنافس نفسك فقط. الرياضيين الحين يلعبون التحديات هذه. لو تشوفون الحين مثلا الرياضي هذا اللي عندنا بالصوره يلعب الاولمبياد صح ولا لا؟ كل يوم يتمرن صح؟ يتمرن من معه؟ مع نفسه صح ولا لا؟ واليوم اللي بعده يتمرن من معه؟ واللي بعده متى يتحدى الثانيين؟ يروح الأولمبياد مرة بالأربع سنوات لمدة 3 دقائق أو حتى دقيقة إذا كان مثلا سباق جري دقيقة واحدة دقيقتين، يتحدى 10 آخرين ثم شنو؟ ينتهي الموضوع. وأربع سنوات وعشر سنوات هو قاعد يتحدى منه؟ يتحدى نفسه. إذن متى هو يقدر يتغلب على نفسه؟ متى يقدر يحسن من نفسه؟ بالخمس دقائق 3 دقائق اللي قاعد يتحدى فيها الثاني، ولا بالأربع سنوات خمس سنوات اللي قاعد يتحدى نفسه؟ واضحة ولا؟ إذا لما تقدر تتغلب على الكسل اللي فيك، الخوف، التردد، تقدر أنت هني تحاول أنك أنت تغلب نفسك مرة ورا مرة، مرة ورا مرة، صح ولا لا؟ هذا الرياضي مو تقدر يفوز،
لما كل يوم يتمرن وكل يوم يكسر الرقم القياسي ماله، صح ولا؟ اليوم خلص المضمار ب 100 ثانية، لا باكر أبي 99، عقبه أبي 98. هو شلون يفوز على الآخرين؟ لما يفوز على نفسه أكثر مما هم فازوا على أنفسهم. واضح الفكرة؟ إذن هو متى ينجح صج؟ لما يتغلب على نفسه بنسبة وتحدي وشكل أكبر مما الآخرين تحدوا أنفسهم. إذن بالتالي هو بالحقيقة مو جاي ينافسهم، صح ولا؟ اللي نشوف بالأولمبياد فلان سبق وفلان خسر، وهم بالصج إيش كثر هذا تحدى نفسه خلال سنوات هذه وتمرن وتدرب مقارنة مع الآخرين اللي كان يلعب ويسهر ويستانس ويضيع وقت الشغل، ما راح يقدر ينجح كثر الإنسان اللي تعب على نفسه وتحدى نفسه. واضح ولا لا؟ فأنت ما يصير إحنا نحدد نجاحك بناء على 5 أو 10 دقائق تقضيها في تحدي أو في مباراة بينما أنت سنوات قاعد تستعد. لو نلاحظ إذا وصلنا واقتنعنا بالفكرة هذه أن المنافسة عبارة عن وهم، وأن المنافسة الوحيدة الموجودة حقك اللي تستحق أنك أنت تضيع فيها وقتك وجهدك هي منافسة مع نفسك، هني أنت راح يكون عندك شنو؟ تحدي ذاتي، وما راح ترضى عن نفسك، راح تقوم دائما تعدل وتحدى وتسنع أدائك وتتابع أدائك، بالتالي ممكن تتوصل على الهدف اللي تبي. إنزين شلون أنا خلينا نقول أطور تحدي مالي؟ تذكرون الصورة هذه؟ ها من يجاوب شنو يعني الصورة؟ شنو تعني الصورة هذه؟ نبي أحد يرفع يده، راح يجاوب على طول. ها شنو تعني الصورة؟ هالمرة نبي أحد من البنات. شنو تعني؟ يلا لا نبي أحد، وش نعطي البنات فرصة؟ تفضلي أعطونا الميكروفون. إجابتك صح، بس راح أشرحها بشكل ثاني، لكن فزتي معنا بنت لي إن شاء الله. الفكرة من المعادلة هذه فكرة بسيطة جدا، إذا أنت سويت إمبروفمنت صغير جدا كل يوم، نتائج الإمبروفمنت هذا راح تصير شنو معك؟ تتراكم، صح ولا لا؟ بينما لو كل يوم قللت أدائك عن اليوم اللي قبله، راح توصل لمرحلة إن شنو؟ أن أدائك وتطورك وقف بالكامل. واضح الفكرة ولا لا؟ مثل واحد الحين مثلا يبي يلعب رياضة، لو كل يوم يزيد بالتمرين دقيقة، خلال سنة كم دقيقة زاد؟ ممكن زاد 2 أو 3، صح ولا لا؟ كل زيادة تسويها أثرها على المجمل راح يكون شنو؟ مضاعف. واضح ولا لا؟ لأنك أنت كل يوم لما تتمرن أو كل يوم لما تتدرب كل يوم لما تجتهد، أنت قاعد تضيف اجتهاد بناء بالإضافة إلى شنو؟ إلى اجتهادك السابق، قاعد تعلم أمور أنت قاعد تعلم وقاعد تضيفها على خبراتك الأخرى. يعني واحد تعلم مثلا مجال في البروغرامينج ثم تعلم النتوركينج، ما راح يكونون شيء مفصلي عن بعض، راح يقوم كل مجال يفيد الآخر، صح ولا لا؟ كل مجال أو كل شيء تعلمه راح يقوم يفيد المعلومات والمهارات الموجودة المسبقة عنده. فأنت لما كل يوم تزيد ولو جزء صغير من المهارات ومن التحديات ومن الامبروفمنت حق يعني حق نفسك، راح توصل مرحلة انك انت خلال سنة راح تكون ضاعفت مهاراتك وقدراتك بشكل مضاعف اضعاف كثيرة. بينما لو كل يوم شوي شوي تخف، كل يوم تخف، راح توصل مرحلة انك انت وصلت يعني مهاراتك وقفت بالكامل، تطورك وقف بالكامل. انزين قلنا فكرة الاكسبيرينس مساعة شرحناها، شنو قلنا اكسبيرينس؟ هو الدروس اللي تعلمتها من شنو؟ من الأخطاء، صح ولا لا؟ ساعات نسمع فلان عنده خبرة 10 سنوات، شنو يعني؟ ساعات عندك واحد عنده خبرة 10 سنوات عبارة عن، أو خبرة 20 سنة عبارة عن سنة مكررة 20 مرة، صح ولا لا؟ وساعات واحد عنده خبرة 20 سنة فعلاً 20 سنة. شنو يأثر هني؟ شنو اللي يخلي الشخص هذا اللي على اليمين عنده خبرة سنة واحدة لكن 20 مرة قاعد يسويها، وشخص آخر سنة خبرة 20 سنة حقيقية كل يوم قاعد يزيد؟ ممتاز، الروتين اليومي راح يعطي عندك خبرة مكررة من 20 سنة ما تغيرت، صح ولا لا؟ بينما التمارين أو خلينا نقول مو تمارين، الإكسبرينس وبناء المهارات وتعلم من دروس مرة مع مرة راح يعطيك خبرة حقيقية تبين معك خلال 20 سنة. المثال أو خلينا نقول الطريقة اللي أنت ممكن توصل فيها شيء نسميه deliberate practice. شنو يعني deliberate practice؟ يعني الممارسة شنو؟
المتعمدة خلينا نقول، أو ممارسة الهادفة، أو ممارسة شنو المقصودة. أنت الحين لو تلاحظ الوقت يمشي بشكل بطيء جدا، بس أيضا بسرعة وأنت مو منتبه يمشي عليك الوقت. فجأة صار لك 5 سنوات قاعد تسوي نفس الوظيفة، قاعد تسوي نفس المشاكل، قاعد تحل نفس المشاكل، 5 سنوات نفس البروجكت، 10 سنوات نفس المهارات اللي عندك ما زادت. فجأة كذي تحس مع أن الوقت بطيء، لكن نفس الوقت الوقت أيضا ممكن يكون سريع جدا. شلون أنت تغلب الوقت هذا؟ الوقت ماشي ماشي صح ولا لا؟ ما راح يوقف علشانك، لكن انت لما عندك حياتك الوظيفيه دائما فيها امور راح تمارسها بشكل يومي، وهذا الشيء يعني ما في مفر منه صح ولا لا؟ ما في وظيفه بالدنيا كل يوم فيها شيء جديد. فانت اذا كنت مايندفول او قاصد او منتبه على ايش قاعد تسوي بحياتك وايش قاعد تسوي كل يوم ورا يوم، راح ممكن توصل الى مرحله تصير فيها مهارات. خلينا ناخذ مثال. اللي على اليسار، اللاعب اليسار قاعد يتمرن كره سله، يشوت بالساعه 200 شوتة تمام، وعنده صديق يعطي كل ما قط الكرة يعطي إياها ويقوم يسجل الكرات اللي دشت الكرات اللي ما دشت، بمعنى قاعد يتابع إيش قاعد يسوي. بينما العليمي إيش قاعد يسوي؟ قاعد يشوت بالساعة 50 مرة، يروح يتمشى ويطيطق الكرة ويلاحقها لقطها برا شوية حركات مني منك يريح. فمن فيهم راح توقع راح يوصل يقدر يفهم مستوى مهارته بشكل أعلى؟ الأول صح. ليش؟ لأنه قاعد يتمرن بشكل أو قاعد يمارس بشكل مقصود. إذا هو قاعد يشتغل قاعد يتابع قاعد يسوي فيدباك لوب على الشغل هو قاعد يسوي. خلنا نأخذ مثلا واقعية في خلنا نأخذ خطوات. أول شيء شلون نسوي ديليبريت براكتس، بينا نأخذ مثلا واقعية. أول شيء لازم الديليبريت براكتس والممارسة المقصودة تكون شيء يومي من حياتك من عملك. يعني أنت أكيد بوظيفتك في أمور قاعد تسويها بشكل يدوي صح ولا لا؟ شو ممكن أسوي أنا يعني إذا عندي شيء بشكل يدوي؟ حاول أن أنا أسوي بطريقة أفضل، احاول اسوي له اوتوميشن، اكتب مثلا كود ولا استخدم ابلكيشن ولا واتيفر يخليني اسوي هالشيء بشكل اسرع. اضيف مهاره ورا مهاره. انا وظيفتي مثلا سيستم ادمن، سيستم ادمن عنده تاسكس معينه في موجوده ومحدده في شرح الوظيفه صح ولا لا؟ مو مطلوب اني اسوي اي شيء غير موجود عندي في شرح الوظيفه ماله او ديسكريبشن مال الجوب ماله. لكن لما كل يوم يزيد مهاره ورا مهاره مهاره على مهاره، ايش يصير عنده؟ يصير عندك المهارات تتضاعف مع بعض. اوتوميشن اوف مانوال تاسكس، اكثر شيء يضيع اوقات الناس اللي هو شنو؟ الاعمال اليدويه خلينا نقول اللي كل يوم نسويها ممكن واحد يسوي لها اوتوميشن. ترتيب الجهد مالك اللي يكون عشوائي الى فلو منظم، واضح ولا لا؟ تحتاج ايضا عشان تسوي ديليبريت براكتس تسوي لك الاهداف مالتك تخليها سمول اتشيفبل جول. راح ناخذ مثال بشوي على موضوع الاهداف تناقش فيه. تطلب مساعده من منتور، تشوف لك احد عنده خبره تعرض عليه رايك، مو شرط يكون هو احسن منك ولا اسوء منك، فقط وجود شخص اخر يعطيك فكره اخرى هو راح يكون يعطيك منتورشيب حتى لو كان واحد جديد جونيور تو اخذ الوظيفه، لكن جرد انه يعطيك فكره مختلفه عن فكرتك هذا شيء راح يعطيك قدره انك انت تتابع، وهذا نوع من الفيدباك على عملك. مثل ما قلنا فيدباك ممكن تسوي لك ايضا رود ماب، او تحاول انك انت تكتب على ورقه او على خريطه شنو مهاراتك وشنو الخطوات لازم تسويها عشان توصل لها. خلينا ناخذ امثله. واحد يشتغل باللينكس، واغلب الناس اللي يستخدمون لينكس يعني ما في احد ما يعرف لينكس، لكن خلينا نقول شيء بسيط، ليش الكوماند لاين سي دي ال اس صح ولا لا؟ ينقل ملف، يكتب ملف، شغلات بسيطه. هذا البراكتس العادي. فجاه بعد 5 سنوات اكتشفنا هو مع انه 5 سنوات يستخدم لينكس ولا كالي ولا اوبنتو لكن ما يعرف شيء. شنو الحل؟ الحل انه هو يسوي فكره الديليبريت براكتس، مثلا يتعلم كوماندات جديده ما تعلمها من قبل، الكوماند اللي متعلم انه هو يستخدمها كل يوم يشوف شنو فيها لها اوبشنز اخرى صح ولا لا؟ مثال اخر، تلقى هذا الشخص يكتب كل يوم عنده مهام يدويه يسويها، كل يوم لازم يسوي باك اب معين، يكتب الامر بشكل يدوي. ممكن انه هو بدل ما يسوي هالشيء يقوم مثلا يكتب شيل سكريبت ولا يكتب بروجرام يسوي العمليات هذه بشكل الي. تلقى شخص يستخدم مثلا نوع واحد من الانظمه وفقط لغة برمجة واحدة أو لغة سكريبتك واحدة، نقول له ممكن لا جرب أنظمة أخرى، جرب لغات أخرى. فهذا شو يصير معاه مع الوقت؟ عملية شنو؟ دلبرت براكتس، واضح ولا لا؟ مثال على هذا موضوع التشفير مثلا. لو الحين تدور في كورسات الموجودة أونلاين بعالم التشفير تلقاهم أول شيء يشرحون لك الماثماتيكس مالت التشفير والإكس أور وشون الانتجر فاكتورايزيشن وشون يعني يحط لك معادلات رياضية، بس انت هذا للحين يعني تو ماتش ثيري، انت غير قادر انك انت تاخذ هالشيء وتطبقه بشكل مباشر. فانا مثلا انصح تبي تتعلم كريبتوغرافي ابدي فيك شيء براكتيكال،
اكتب مثلا تعلم شلون يستوون الاسسل، اكتب استخدم اوبن اسسل مثلا، اكتب كود مثلا استخدام لايبرز مثل باونسي كاسل وغيرها اللي بالجافا او بالسي، تعلم شلون تكتب كريبتوغرافي كابلكيشن كتطبيق ابلايد كريبتوغرافي، لانك انت بتحاول تعلم الرياضيات مالته وتعلم خلينا نقول الجوانب الثيوريتيكال، ما راح توصل لمرحله انك انت قادر انك انت تسوي تطبيق العملي او ديليبريت براكتس. واضح ولا لا؟ احد الامثله الحلوه او خلينا نقول الابلكيشنز والمواقع اللي فيها براكتس جميل هو الابلكيشنز هذه والمواقع هذه بنتسترلاب.com والاكاديمي مالت بورد سوغر اللي هم الجماعه المسوين برب سويت، هاك ذا بوكس، خصوصا اللابات اللي اسمها راستا لابز واوف شور. في عندك ايضا في جيت هاب بروجكت اسمه انفوك اي دي لاب ديبلوير، هذا باور شيل كود يسوي لك انفايرمنت اكتف دايركتوري تعبث فيها تلعب فيها يعني عندك بالجهاز، او تستخدم الكلاود يسوي لك فيها انفايرمنت. المهم انك انت ايش تسوي العمل اللي تسويه كل يوم بشكل الي وانت مو حاس فيه، تخليه وتعمل فيه بشكل ديليبريت، يعني شنو يعني مقصود، واضح ولا لا؟ علشان المهاره عندك تزيد يوم ورا يوم. مساء قلنا موضوع الاهداف والجولز، انا شخصيا اشوف ان الجولز ما لها معنى وان الجولز ار فور لوزرز، وهذا راي يمكن ما يعجب ناس وايد لكن انا هذا قناعتي. وخلنا ناخذ مثال على هذا، كل سنه عندنا واحد من كل سنة البشرية كلها يسوي لهم شنو؟ New Year Resolution، صح ولا لا؟ ما يمر أسبوعين إلا شنو؟ من مستفيد؟ الجيمز، صح ولا لا؟ الناس كلهم بشترك بالجيم شهر أو واحد واحد الكل يشترك، الأسبوع اللي وراء ما حد جاي، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن معنا الناس حطوا لهم أهداف، وإحنا طول عمرنا نسمع أنه لازم تحط لك هدف ولازم تحط لك جول، صح ولا مو صح؟ بس الجول ما نفع الناس هذولا، إذا الجول هو مو الحل، واضح ولا لا؟ لو كان وضع الجول هو شيء الكافي لكان كل الناس هذولا بالنيو يير ريزولوشن عندهم نفعهم وكان شيء مفيد لهم، لكن الحقيقة أن الجول ما له أي فائدة. عشان يصير الجول ما له فائدة لازم تسوي شيء يسمونه شنو؟ بروسس، ديلي بروسس، ويكلي بروسس. البروسس هو شنو الشيء أنت قاعد تسويه اللي قاعد يقربك حق الهدف مالك. أنا ممكن أقول أنا بروح المكان الفلاني، أبى أسافر ديرة فلانية، هذا الجول مالي، صح ولا لا؟ شنو البروسس؟ اني امشي اول خطوه ثم ثاني خطوه ثم ثالث خطوه، صح ولا لا؟ اركب سياره واسوق اخلص من اول شارع ثم ثاني شارع ثم اشاره ثم الدوار ثم اوصل المطار، عدل مو عدل؟ اذا من اللي وصلني حق المطار؟ الجول مالي ولا البروسس؟ اذا كان الجول ما له تاثير في نجاحي ولا فشلي، اذا الجول اذا عامل شنو؟ غير مؤثر. اذا احنا ما نحتاج ان احنا نتعب نفسنا بوضع الجول. ومشكله وضع الجول الساعات انك تحط جول ثم تكتشف ان الجول هذا مو سليم او مو صحيح وتتحسف على الوقت اللي قضيته وتتمسك بالجول بشكل غير صحيح وغير سليم، واضح ولا لا؟ بينما الحقيقه ان الناس اللي قاعد تنجز بسبب وجود بروسس، شنو الشيء اللي قاعد تسويه كل يوم وكل اسبوع وكل شهر عشان يوصلك حق الهدف مالك. وانت اذا اكتشفت ان بعض الاهداف عندك ما لها بروسس، اذا تخلى عن الاهداف هذه او حط لها بروسس، واضح ولا لا؟ فبالتالي whatever يعني مهما كان الجول عندك ما له اي فايده الا اذا كان شنو؟ في عنده بروسس توصلك حقه، واضح ولا لا؟ عشان يصير الجول له معنى في مواصفات لازم تكون موجوده غير ان يكون في حقه بروسس. شنو؟ لازم الجول مالك هذا يكون له فوكس. انا ابي ما يصير تقول هدف مالك ابي اصير اقوى واحد بالسكيورتي بالعالم، لان هذا جول ما له معنى، لازم يكون جول له معنى، انا بتعلم المهاره الفلانيه، انا بجيب شهاده فلانيه. ثم تسوي فوكس على الجول هذا وتحط له بروسس. تحط له شنو؟ بروسس، اذا ما في بروسس معناته الجول شنو؟ عباره عن امنيه. صح ولا مو صح؟ بعد ما تحط بروسس لازم تتاكد ان الجول مالك اتشيفبل، يعني قابل لشنو؟ قابل للانجاز. ما يصير واحد يقول انا الحين بقعد بصير رئيس امريكا. الجول هذا ما له شنو؟ يعني خلينا نقول not easy to achieve او not possible to achieve، صح ولا لا؟ وجول جدا كبير. لكن عشان تنجح تحتاج انك تخلي الجول مالك اصغر شنو؟ اصغر هدف ممكن. في مثال يقولون في عالم الجولز يقول لك والله شلون تاكل فيل؟ الحين واحد ياك وذبح لك فيل وسمها وقال لك يلا الحين تاكل فيل، شلون راح تاكل فيل؟ ها؟ تقطع الى اجزاء صغيره جدا جدا، صح ولا لا؟ لحد ما خلال سنه سنتين سنوات انت وصلت حق الجول مالك، صح ولا لا؟ انا ما شفت واحد يذبح فيل بس شفت واحد ذابح زرافه.
فالجول فكره انك انت الجول يكون جدا صغير وجدا فوكس، والجول لازم يكون مده حقه مده قصيره. يعني في ناس يقول لك، شفت احد الدراسات يقول لك الجول لازم ما يزيد على 6 اسابيع. اكثر من 6 اسابيع معناته الجول اما انه كبير جدا، لازم ينقص الى جول صغير، اذا الى جولز صغيره، او هذا هدف مستحيل عباره عن امنيه لازم تتخلى عنه. واحنا قلنا من ساعه لازم نتعلم نقول شنو، نقول نو صح ولا لا. فهذا مثال انك انت تاخذ لك مثلا تبي تتعلم مهاره معينه، ركز عليها، اختار مده زمنيه محدده، والديدلاين اذا حطيته لازم ما تغيره ابدا. ليش؟ لانك انت لازم على الاقل تسوي شيء. تذكرون من قلنا من ساعه لازم انت تسوي شيء ولو كان شيء سيء خلال 30 يوم. اذا وصلت حق نص، خلينا نقول تعلم مهاره معينه، بتاخذ شهاده معينه، خلال 30 يوم فشلت بالهدف هذا، خلاص وقفه. اذا مددت الهدف، انت هني دخلت في عالم شنو؟ الامنيات. اي ما مداني، خل اعطي نفسي 6 شهور. راح تيجي 6 شهور صح وانت ما سويت شيء، اي خل اعطي نفسي سنه. وكذي يتم دائما الجول مالك شنو؟ متحرك. لكن الجول عشان توصل لازم يكون دائما ثابت. مثل واحد يبي يلعب مثلا، مثل الصوره هنا عندك بيرمي سهم، اذا واحد جاي يحرك الجول ما راح تقدر تصيد سهم بشكل صحيح او سهل صح ولا لا. لما يكون ثابت تقدر تصيب الهدف. فانت اذا الجول ما وصلت له هنا عندك شنو؟ دروس تعلمها من الفشل مالك. والفشل قلنا شيء شنو؟ شيء زين ولا شين؟ شيء زين. راح تشوف انت شنو فشلت فيه. ممكن الجول مالك ما يناسبك وهذا شيء عادي، مو لازم كل جول تسويه توصل له صح ولا لا. ممكن الهدف مالك هذا كان انت ارتكبت خطا في البروسيس ماله. ممكن الهدف هذا المفروض يكون عباره عن اهداف صغيره بدال الهدف الكبير هذا. فانت هنيك لازم تكون جدا واضح في البروسيس اللي بتسوي اليومي والاسبوعي والشهري عشان توصل اهدافك، ولا تخلي الهدف عباره عن شيء سايب وشيء مطاط يتمدد مع الحراره صح ولا لا، وينكمش مع البروده، لان هذا معناته ان الهدف متغير ومتحرك وما راح تقدر تسوي له كابتشر ابدا. واضح الفكره ولا لا؟ كل الكلام اللي قلناه راح تحتاج تثبته. انت اذا قمت اجتهدت وشدت حيلك وتعلمت، لا تزال كل الامور هذه موجوده داخل عندك، الناس ما يدرون عنها صح ولا لا. كم واحد موجود تعرفونه شاطر وعبقري وذكي لكن قاعد وصاك على نفس الباب؟ وايد صح ولا لا؟ شنو فائدتهم هذولا؟ شنو فائدة العلم اللي براسك إذا ما حد درى عنه؟ ما منه فائدة صح ولا لا؟ لأن الناس ما راح تعرف شنو في راسك، ولا تجي تعطيك فاليو إذا أنت ما عطيت نفسك فاليو. ما في أحد راح يعطيك فاليو أكثر من الفاليو اللي أنت حاطه حق نفسك. وإذا أنت كل اللي عندك من مهارات وعلم وأمور ما أظهرتها للعالم، إذا هذه كلها ما منها فائدة. لأن حتى لو اشتغلت فيها ما راح أجيب لك أي شيء. بتقدم فاليو حق أحد وهو ما أدرى إنك أنت نفعت احده ما يدري. شلون يقدر يكافئك؟ ما يقدر. شلون يقدر يعرف انك انت نفعته؟ ما يقدر صح ولا لا. بس مشكلتنا احنا وخاصه بالخليج مستحي، يعني نشوف انه والله مو من مروءه الاخلاق ان انا مثلا اتكلم ولا انا اشرح، وهذا شيء غلط. انت اذا عندك فاليو معينه لازم تظهرها للناس. انا ما اقول قص على الناس تعطيهم فاليو غير حقيقيه موجوده عندك، لكن عندك شيء موجود انت لازم تظهره للناس، ولا الناس ما تقدر تستفيد منه. وانت مهما كان عندك شيء تظنه صغير ترى غيرك يستفيد منه. انا لو اكتب مقال او غيري، اي واحد من الناس يكتب مقال شنو يعني بورد سكانينج واشرحها بشكل بسيط، يمكن في 1000 واحد يعرفون، بس في الاف غيرهم ما يعرفون. حتى لو شيء انت تحس انه هو مستهلك وموجود، ترى كل يوم ناس جديده قاعد تجي، كل يوم ناس قاعد تخرج، كل يوم ناس قاعد تجي انترستد بالمجال هذا. فانت وات ايفر الفاليو راح تحطها في احد راح يستفيد منها صح ولا لا. فانت لازم شنو؟ شو يور ورك. ما الناس ما تقدر تستفيد منك وتشتغل معاك وتتعامل معاك اذا هي ما تعرف شنو الفاليو موجود عندك وشنو عندك مهارات وشنو عندك من خبرات. وهذا الشيء مهم جدا. انت لازم تدافع عن انجازاتك وعن عملك يعني بكل الطرق، ولا تخلي احد ياخذ هالشيء منك باي طريقه كانت تمام. وكل حاله طبعا بحالتها، لكن لازم انه تثبت بطريقه ما انك انت هذا جهدك وهذا شغلك وانت اشتغلت عليه. احد الامثله السهله لكل في كل واحد يقدر يسويه هو موضوع الكونتنت. كونتنت از كينج. انت انتج كونتنت حق العالم، انتج شيء الناس تفيد منه، والناس راح شنو؟ راح تجدك وراح تجد الطريق حقك وراح تعرف ان هذا الشيء موجود. فانت يعني لو نشوف الحين البشريه كم نسبه الناس المنتجين مقارنه مع المستهلكين؟
يمكن الناس اللي تنتج 1-2% والبقيه كلهم شنو؟ مستهلكين، صح ولا لا؟ واحد يتكلم مثلا بالسوشيال ميديا، هو شخص اللي طالعونه 100,000 200,000، صح ولا لا؟ اذا في فرق شاسع بين شنو؟ بين الناس اللي قاعد تنتج والناس اللي قاعد تستهلك، سواء كان الانتاج هذا مفيد ولا مو مفيد. احنا قاعد نشوف فايد خاصه الحين في عالم السوشيال ميديا وسناب وغيره، كثير المجالات يعني، وباليوتيوب محتوى يعني جدا تافه، محتوى ما منه اي فايده لكن مشاهدات فيه بالملايين. ليش؟ لانه موجود، لان الكونتنت از ذير. بالتالي الشخص اللي سوى الكونتنت انتقل من خانه المستهلكين الى خانه شنو؟ المنتجين، فبالتالي صار عنده فاليو قائمه بذاتها ما حد يقدر يشيلها منه. ليش؟ انه هو انتج شيء. فانت عندك مهارات، عندك خبرات، لازم تطلع الزكاه هذه، لازم تنتج وتطلع كونتنت وتطلع فاليو حق العالم عشان الناس تعرف انك انت موجود على خريطه. هذا الكونتنت لما تسوي راح يشتغل كانه هو فري ماركتنج حقك، كان عندك شخص يسوي لك دعايات مجانيه لانك انت سويت الكونتنت هذا. ممكن تسوي كتابات، ممكن تكتب مشاريع تحطها مثلا جيت هاب، ممكن تسوي فيديوز، ممكن تسوي بلوج، المهم انه ممكن احد يشوفه. وما يهم مهما كنت انت شاطر، انا الحين ادري في ناس من اللي قاعدين اشطر مني بوايد لكن قاعدين ساكتين، بالتالي شطارتهم ما استفاد منها، وهذا غلط. انت اذا انت اجتهدت وتعبت نفسك لها حق عليك انك انت تستفيد من الجهد هذا وتستفيد من التعب، ولا ليش بالاساس تعبان، صح ولا لا؟ انا كان احد اكبر غلطاتي ان انا اول سنين اشتغلت فيها بحياتي بالوظيفه سوينا شغل وايد حلو ايام لما كنت اشتغل بالحكومه، لكن طبيعه عمل الحكومه مو سهل انك انت تظهر عملك، صح ولا لا؟ بالكويت كان الوضع شوي مختلف، فكان اسهل ان انا اظهر عملي واتكلم فيه، لكن انا شنو يعني نوعا ما انحرجت زياده عن اللزوم، حسيت انه لا ما يصير، ان هذا شغل سوري هذا شغل يعني الرسمي، مع انك كنت اشتغلت فيك لك حق انك انت شنو يعني يكون لك، يكون هالشيء عباره عن شيء يشهد لك. فدائما تلقى في اكثر من طريقه، انت ممكن تشتغل مع جهه العمل عندك يسوي لك مثلا تكريم شهاده، ممكن تروح تقول حق جهه عملك احنا سوينا مشروع حلو خلينا نسوي عنه توك بمؤتمر عالمي، وتروح انت تتكلم بالتوك هذا. في ألف طريقه وطريقه انت ممكن تظهر عملك من دون ما تاخذ يعني من دون ما يكون فيها اي احراج او اي مشاكل مع جهه عملك. دائما في طريقه انت ممكن يعني تتفاوض فيها مع جهه عملك، مع مسؤولك، مع عشان تظهر الشغل انت اجتهد فيه، لان حرام انك انت تشتغل بشيء وتجتهد فيه وما يكون لك منه مردود الا فقط راتبك، واضح ولا لا؟ وهذه انا غلطه ارتكبتها. الحين انا مثلا اعطيك مثال، تروح الحين اي مطار مطارات الدول الخليجيه تعطيهم بطاقه الذكيه مالتك، احنا عندنا نسميها بطاقه مدنيه، انتم تسمونها شنو؟ الهويه، صح ولا لا؟ وايد المطارات بالخليج ياخذ بطاقه يحطها داخل شنو؟ ريدر، صح ولا لا؟ شفتوها ولا ما شفتوها؟ اكثر دوله تطبق شبك المطاراتها هي الامارات. ياخذون البطاقه مالتك وتفر بطاقه مدنيه ذكيه يحطها بالريدر يقرا شنو؟ بياناتك انت، صح ولا لا؟ شلون قرا بيانات؟ كان في مشروع بين دول خليجيه سووا كوميتي لجنه، كل دوله تطلع اي بي اي خاص بدولتها بطاقات دولتها ويجمعونها بكومن اي بي اي، والكومن اي بي اي سوته دوله مملكه البحرين، تاخذ اي بي اي من كل دوله او الاس دي كي من كل دوله يدمجونهم مع بعض ببرنامج واحد ويتوزع على على الدول الخليج مطارات ومنافذ، بحيث انه وتفر جنسيه المواطن الخليجي اللي جاي وبطاقته اي منفذ سواء كان يعني بري والبحري يقدر يقرا بطاقه ذكيه بياناتك. انا كنت من التيم اللي كتب الاس دي كي مالت الكويت، كتبنا الاس دي كي اللي يتم استخدامها في يعني في المنافذ في الدول الخليجيه، لكن ما قدرنا بطريقه خلينا نقول رسميه ومثبته ان احنا والله نطلع من وراها شهاده وكذي، معروف ان احنا اشتغلنا المشروع هذا، لكن غيره ما كان جدا سهل انك انت تثبت العمل هذا. وهذه غلطه انا ارتكبتها، وانا انصح انه يعني حاول انك انت تجد طريقه انك ما ترتكب نفس الغلط، واي جهد تعبت فيه تجد طريقه مني منك بالتفاوض بالمسايس بالتفاهم انك انت تظهر عملك وجهد اللي سويته، واضح ولا لا؟ انزين الحين كل هالحكي هذا شلون نبدي مجال سايبر سكيورتي، صح ولا لا؟ مثل ما نتعلم شلون نسوق القاري، انتم شو تسمون عندكم؟ سيكل، احنا نسميه قاري، سيكل عندنا اللي هو شو اسمه؟ اي ها؟ الدباب تسمونه ها؟ دراجة. زين دراجة، اي القاري عندنا، واحد شلون يتعلم القاري؟ أول ما يسوق القاري شو يصير فيك؟ يطيح ويكفخ وجهه، بعدين يدش بالشيرة، بعدين بالشبة، بعدين رصيف ثاني، ويحك وجهه بالقار، صح ولا لا؟ بس يصير بعدين؟ يتعلم، صح ولا لا؟ فانت لازم تدش ولازم تتقبل المشاكل والاخطاء راح تصير لك والتعث والعثرات راح تواجهك، لان بالنهايه وتفر المدخل اللي تدخل فيه بهالمجال
إذا استمريت بتطوير الذات راح تصحح مسارك تلقائيا. ممكن بعضكم يدش وخذ مثلا دش بمجال ما يحبه، دش دخل دورة مو مفيدة، دخل المهم انك انت دشيت. إذا استمرت بالتعليم تلقائيا طال الزمان ولا قصر راح تصحح نفسك، راح تجه إلى يعني راح تطور نفسك وراح يكون عندك يوصل حقك أو ينكتب قدامك الكرة اكتباث مالك. طيب شلون نبدي؟ أنا أنصحكم حاول أنك أنت تسوي لك يعني شغلات تمارين exercises labs، عط نفسك فرصة أنك أنت تتعلم وتخطئ. أفضل وقت أنك تبدي متى؟ أمس. أحسن وقت متى الحين؟ أحسن ثاني وقت متى؟ الحين صح ولا لا؟ أو بعد العشاء عدل معدل؟ بس حاول أنك أنت كل يوم تسوي ولو شيء واحد، لا تسوي صفر. مشكلة صفر أن أي شيء ضرب صفر شو يصير؟ صفر. كل يوم سوي شيء ولو ضغطة واحدة على الكيبورد، بس سو شيء عشان ما يصير عندك نتيجة اليوم شنو؟ زيرو. واضح ولا لا؟ المشكلة انك انت مثل ما قلنا مساعة تحديد الاهداف البروسيس اليومي الانفينيشد تاسكس راح تضايقك وايد صح ولا لا؟ تراكم عليك الاهداف والامور اللي انت ما كنت اللي ما قدرت انك انت تنجزها صح ولا لا؟ وتبدي ضايقك وتعبك نفسيا، عندك تاسك معين ما سويته، الكود الفلاني ما كملته، مشروع فلاني ما سويته، شنو الحل؟ ها؟ التعلم تقول شنو؟ نو وتحط حق نفسك ديدلاين، واذا طاف الديدلاين شو تسوي؟ تتركه خلاص. ابيكم صريح معكم، احنا اول ما نشتغل باي مشروع نحس انه هو جدا مهم صح ولا لا؟ اذا انت خلال شهر شهرين ست اسابيع ما سويت ولا شيء بالمشروع هذا معناته شنو؟ معناته مو مهم. بس انا ساعات نحس كان مشاريع عيالنا ما نقدر نتبرى منهم، بس هذا غلط. اي شيء تحس انك انت مقادر او مراقب انك تشتغل فيه معناته مو هذا هو اللي انت تبيه. لازم توصل حق الشيء اللي قلنا شنو يصير بالنسبه لك كانه هو لعب، كانه شيء كذا ما هو سهل انت تمارسه بشكل آلي من دون ما تحتاج تعب نفسك ومن دون ما تحتاج انك انت تجمع طاقه هائله عشان تدفع نفسك حق الشغل هذا. واضح ولا لا؟ لذلك تعامل بكل سهوله مع اي تاسك ما ينتهي، بكل بساطه دروبت او انك انت قصص التاسك هذا. المهم انك انت شنو تنهي بدأته، اما تنهي بانك تنجزه او تتركه خلاص ومخك يتفرغ ونفسك يعني خلينا نقول وذهنك يكون صافي حق الشغل. قبل ما نختم في عليك مسؤوليات لما تدخل المجال هذا. في عندك مسؤوليه تجاه اليوزر ديتا، تجاه القوانين والريجليشنز والاجراءات، تجاه حمايه خصوصيه بيانات الناس. انت كانسان نزاهتك الذاتيه والانتجريتي مالتك، انت كشخص في امن المعلومات عندك مسؤوليات سبيشال ما تكون موجوده عند بقيه التخصصات، وعندك باور راح يكون غالبا جدا كبير مقارنه مع بقيه المجالات اللي تكون موجوده في اي مؤسسه، لان الناس اللي شغاله بالانفورميشن سكيورتي غالبا عندها اكسس على شنو؟ على صلاحيات وصلاحيات معلومات اغلى اكثر اعلى بالعاده من بقيه خلينا نقول الاجزاء بالاورجنايزيشن. لذلك انت لازم يكون عندك موضوع الانتجريتي والاثكس. وترى لما تكون اخلاقياتك يعني معروضه للبيع الكل راح يعني يزايد عليها والكل راح يحط سعر، ولما تنباع ما تقدر تشتريها مره ثانيه ما ترجع لك، ولما تنباع كل راح يعرف انها انباعت. وهذا شيء انت عارفين يعني تعرفين المجال احنا نشتغل فيه والسوق، وتعرفين انك يعني خلينا نقول بالنهايه المجال صغير صح ولا لا؟ فلا تخرب على نفسك كلها جهد والتعب اخر شيء توصل مرحله انك انت تخسر التراست. ومجال انفورميشن سكيورتي نمبر 1 التراست، اذا تراست مو موجود مهما كنت شاطر مهما كنت مبدع الناس ما تشتغل معك صح ولا لا؟ لان هالمجال معتمد مرونا على وجود التراست. فهذا يعني الختام المحاضرة نلخصها بجملة واحدة، فاز بالذات من كان جسورة. يعطيكم العافية. من عنده سؤال؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسألك مرة ثانية، السؤال عن البورت 514. إيه. كذا مصدر وفي يقول إن الإجابة سيسلوك. ما إيش كان تعرف سيسلوك؟ سيسلوك باليو دي بي. اليو دي بي. السؤال كان عن اليو دي بي ولا تي سي بي؟ تي سي بي. بس أنت استعجلت تي سي بي. السيسلوك في ناس تركبه على تي سي بي، لكن أنا حطيت كنت أدري يصير في confusion فحطيت فيه شنو هنت إنه مو قاعد أتكلم عن اللوجينج. وهذا شيء ترى ممكن يصير ساعات أنت عندك الشبكة
مثلا تخيل واحد ادمنستريتر حق الشبكه، واكيد انه هو لازم يسوي شيء يسمونه انفنتوري حق الانظمه اللي عنده. لازم انت عندك شبكه تعرف شنو فيها اجهزه، شنو فيها برامج، شنو فيها بورتس شغاله، صح ولا لا؟ فتلقى ساعات يكون البورتات نفسها نثق فيها لمجرد الرقم. اي والله بورت 80 معناته شنو؟ والله ويب سيرفر مثلا، بورت 514 اكيد سيسلوج. بس هذا ما يكفي، لازم تتاكد، لان ممكن واحد شنو يقول واحد فاتح بورت مثلا ارشل، ولا واحد فاتح بورت خدمه اخرى مركبها على بورت اخر يحاول انه هو مثلا يخدعك او شيء كذي. لما تمارس انت مثلا عمليه نتورك ادمنستريشن ما تقدر تعتمد على الاسامبشن او الافتراضات، لازم تتاكد من كل شيء. وهذا كان مثال، مثل ما انت الحين خلينا نقول يعني صار عندك الكونفيوجن هذا، ممكن واحد بجهه اخرى بشبكه ثانيه يقولك والله عندنا 514 هذا مال سيسلوج، لكن ممكن يكون هو مثلا ارشل من دون باسورد، ممكن تسبب فيه ثغره. واضح الفكره ولا لا؟ طيب مو قديم كان فعلا جميل، بس الان حسب ما سمعت في سيسلوج انجيل انه ممكن صار على الاف تي سي بي. ف اي هل فعلا يعني في ناس تركب سيسلوج على تي سي بي؟ ليش؟ ليش؟ اول كان في اوفر هيد على تي سي بي، بس الان لانه الكوميونيكيشن اسرع وغير كذا عشان يصير عليه تشفير الاتش تي تي بي اس. مو عشان تشفير، عشان جارانتي دليفري، لان اذا في لوج انتري واحده ما وصلت انت عندك مشكله. وناس تشيل التشفير يعني على اس اس ال. انت اخذت هديه ولا اخذت هديه؟ لا ما اخذت. عيل اعطيك هديه عيل، لانه واضح ان خاطرك مع الهديه، واضح ان خاطرك مع الهديه، بس تستاهل. من عنده سؤال بعد؟ طيب دقيقه، الحين يا شباب وصل الميكروفون، خليك رافع ايدك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا مهندس انت مجالك اللي فهمت منك سايبر سكيورتي على مستوى الابلكيشن او الاي بي اي. فايش الكومنت اللي تنصحنا فيها او البيست براكتس تو يعني نهندل اللاير سكيورتي على مستوى الابلكيشن؟ لان هذا اول اند بوينت نقدر نقول نحمي الداتا حقتنا من اتاك او زي كذا. في المجال اللي هو انا يعني خلينا نقول اكثر جهدي فيه اللي هو موضوع الابلكيشن سكيورتي او الابسك نسميه، ومن دشيت خلينا نقول اكثر ديبر في موضوع الاي بي ايز، اهم مشكله واكبر مشكله نواجهها هو مشكلتين. اول شيء وات از اكشلي رانينج، انت الكود مالك شنو قاعد يسوي، والكود اللي قاعد تستخدمه اللي كتبه غيرك، شنو قصدي اللي كتبه غيرك؟ اللي هو الديبندنسي، صح ولا لا؟ الديبندنسي مانجمنت حاليا من اكبر مشاكل موجوده عندنا في عالم الابلكيشن. الحين كل لغه برمجه لها باكج مانجمنت سيستم، صح ولا لا؟ NPM حق النود، باي باي حق البايثون، جيم حق الروبي وغيره. لان انت ما تبي تكتب كل شيء وتعيد خلينا نقول اختراع العجله، صح ولا لا؟ فتمبورت مني، امبورت مني، تنزل ابلكيشن سووها مطورين اخرين ما تعرف عنهم ولا شيء، وممكن الابلكيشن هذا والديبندنسي هذه تتغير، صح ولا لا؟ فانت تسوي امبورت حق ابلكيشن او حق ديبندنسي انت ما تعرف من سواها، وانت ما عندك قدره انك تسوي لها اوديت. فهذه احد اكبر المشاكل، لها تولز، لها طرق يعني تسوي لها ميتيجيشن، لكن حاليا في عالم ابلكيشن سكيورتي هذه من اكبر المشاكل الموجوده، وهذا اكثر شيء يستحق ان نحط فيه جهد، خاصه ان الاي او تي والمايكرو سيرفيسز، خاصه ان تبغى تعمل اوثنتيكيشن او اوثرايزيشن از سيرفيس، كل سيرفيس كذا هيدنج. فايش رايك في الايدنتيتي مانجمنت، انك توحد الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن سنترلايز ورابطه مع المايكرو سيرفيسز او الاي او تي بشكل عام؟ شوف لما تتكلم مايكرو سيرفيسز غالبا راح يكون الانفراستراكشر على الكلاود غالبا يعني، او انفراستراكشر على شيء موحد. فافضل براكتس انك تستخدم الايدنتيتي مانجمنت سيستم الموجود في خلينا نقول عند السيرفيس بروفايدر نفسه. يعني مثلا واحد يستخدم اي دبليو اس كلاود يستخدم الايدنتيتي مانجمنت الموجود عند اي دبليو اس، مثلا كوجنيتو ولا غيرها مثلا، تمام؟ او واحد يستخدم اجر ايضا في امثله مقاربه. لكن في موضوع الاوثنتيكيشن واوثرايزيشن غالبا في عالم الاي بي ايز ان الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن موجود عند جهه ساعات تكون ثيرد بارتي، فتستخدم انت تطبق البروتوكولز المعروفه حق الاوثرايزيشن اوثنتيكيشن، لكن اهم شيء عليك انك تعرف البيست براكتس مالك. فهمت علي؟ حياك الله.
سعيدين اليوم بحضور المحاضره، ويعني نشكر الاتحاد اللي تفضل ب يعني دعوتكم ل يعني تقديم هذه المحاضره. ولكن عندي ملاحظه على المساله اللي تكلمت عنها، اللي قلت الجولز انه ما يعني دائما ما تتفق مع اللي يحط جولز يعني. وبعدين رجعت سويت سلايدين عن انه كيف تسوي جولز. يعني اللي يشوف الوهله الاولى يتوقع انه في تعارض بين السلايدات، وهو يعني بشكل اوسع ممكن نقول انه في جول رئيسي وممكن في جولز فرعيه، وكل جولز لها بروسس معينه يتصل لها وفي النهايه تصل الجول الاساسي. فكانت هذه الملاحظه. انزين انت ايش رايك؟ احط لي جول من دون بروسس، شنو الفائده؟ ما قلت انه من دون بروسس. اي انا قلت انه في جولز اساسيه تمام وفي جولز فرعيه. الفرعيه هذه تكون اصغر يعني، وهو في الاساس اصلا حتى في السلايد اللي قبل كنت قايل انه الجول لازم يكون كلير وسمول. يعني جدا لازم تصغر الجول الى اكبر شيء، لدرجه انه ممكن تسوي لك الجول عباره عن شيء يومي فقط، يعني انت تقوم الصبح عندك جول يومي. والهدف؟ الهدف هي جول اساسيه، جول كبيره يعني قاعد تشتغل عليها من خلال الجول الصغير. الهدف خلينا نقول لما تحط لك جول بعيد المدى، اذا كان الجول بعيد مدى جدا سبيسيفيك غالبا راح يكون اثناء العمليه انك انت البروسيس التطوير اليومي راح تكتشف انك انت اصلا جول مالك ممكن يتغير بالكامل، فهمت علي ولا لا؟ يمكن واحد يحط له هدف انه هو مثلا يتخرج او يجيب شهاده فلانيه، شهاده مثل جامعيه مثل دكتوراه او غيرها. اثناء تطويره ذاته ممكن يكتشف انه هو اصلا بيدش في عالم البزنس مو عالم الجول، واضح ولا لا؟ لذلك احنا ما نصير ناخذ خلينا نقول نتعامل مع الجولز بتطرف، بمعنى الجول ما احط لي ابدا اي جول، او ان انا لا احط الجول وخلاص الجول هذا لازم اعبده عباده، لا لازم يكون دائما عندنا شنو؟ الفيدباك لوب هذه، وتقصيص الجولز الى اقل الى اصغر درجه ممكنه بحيث انه يكون له معنى، واضح ولا لا؟ ممكن يعني من خلال جول صغيره ممكن تنحرف على المسار اللي انت المفروض انك تصل له، يعني كل مره تمشي بس انت ما تعرف وين اتجاه. ماكو اشكال، ماكو اشكال، احنا لما نمشي بحياتنا ممكن نكتشف ان الجول اللي حطيناه مو هو الجول اللي يناسبنا، طبيعي انك انت تغير مسارك، يعني خلينا نقول اثناء حياتك اثناء لانك انت راح توصل لقناعات معينه. يعني اعطيك مثال، واحد تخيل اول ما تخرج من الجامعه حط له جول حق 5 سنوات 10 سنوات قدام. لما حط الجول هذا شنو كان مستوى العلم والماتيورتي عنده؟ كان مستوى العلم مثلا طالب تو متخرج، صح ولا لا؟ اشتغل سنتين، تعلم امور اخرى، عرف ان الجول ماله الاصلي لازم يتغير. فهمت ولا ما فهمت قصدي؟ فالجول هنا لازم ما يكون شيء ستاتيك كونستنت ما يتم تغييره، بل الجول لازم دائما يتجدد ودائما يتم مراجعته ودائما يتم مهاجمته، يعني لازم دائما تشوف الجول هذا هو الجول تبي انت ولا لا. وهذا شيء متى يتغير الشيء هذا؟ لما تكون البروسس اليوميه عندك، البروسس الدائمه الشهريه اسبوعيه، بروسس مضبوطه بحيث انك انت راح تكتشف وجود مع وجود فيدباك لوب، تعرف انت تتابع شنو تطوراتك، راح تعرف الجول مالك يحتاج ادجستمنت ولا لا، يحتاج انه يصير دروب ولا يحتاج انه هو يتقصص او يحتاج انه هو يتغير بالكامل، واضح الفكره ولا لا؟ فانا ما اقصد تطرف انه يا جماعه الجولز كلها ما لها اي فائده، لكن الجول ما له اي فائده من دون بروسس، وهذا شيء يعني شيء واقعي للاسف. بالتالي الجول مو هو المحرك الاساسي في قدرتك على التطوير، الجول هو شيء انت تحطه تطلع، لكن انت لازم تتعامل معه بفلكسبيليتي دائمه، ولازم دائما تكون نوعا ما تواجه الجول مالك بنوع من الشك ان هل هو الجول مناسب ولا لا. والشك هذا شلون تحله؟ عن طريق البروسس اليومي راح يعطيك الخبرات والمهارات اللي على اساسها تقيم الجول هذا، ينفع اكمل فيه، ينفع غيره، ينفع اسوي دروب ولا لا. مثل ما قلنا من ساعه واحد عنده جول وكل شويه يمدد الديدلاين ماله. اذا انت تحتاج انك تمدد الديدلاين معناته الجول هذا اما انه هو طويل جدا او هو ما يصلح لك. فبالتالي لازم الجولز لها مراجعه خلينا نقول، وما تكون هي خلينا نقول الهدف او هي مركز شغلك، بينما اللي يحتاج يكون هو الكور اللي تركز عليه هو وجود البروسس الدائم سواء يومي او شهري مع وجود الفيدباك لوب. واضح الكلام؟ شكرا. وصل لك الميكروفون. السلام عليكم. كم سلامة الله وبركاته. شلون نبدأ في سايبر سكيورتي؟ نعيد المحاضرة يعني؟ سؤالي بس تبي نصيحتي؟ إذا 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 في أحد فعلا لهالدرجة السؤال بالنسبة حقه كونفيوزنج، لازم يسوي شيء واحد، تعرف شنو هو؟ أول نتيجة بقول ايش فيها؟ يسوي سيرش جوجل، اول شيء يطلع لي يدش.
بس خلاص انتهى الموضوع. مثل موضوع شنو؟ القاري. دش اول شيء تلقاه، اول نتيجه بجوجل، حتى لو كانت غلط بالكامل اذا انت استمريت راح تصحح نفسك تدريجيا. احسن من تقعد بيتك تنطر يجيك الحل النموذجي او الحل الذهبي، لان هذا ما راح يجيك. واضح الفكره ولا لا؟ لا هذا مو سؤال. ها شو سؤالك؟ سؤالي هل فعلا يعني مشاركه المعرفه والشير نولج، بما انك قدمت كورس في اقوى مطعم في العالم، هل فعلا تطور الانسان بسرعه؟ يعني شوف احيانا الناس ما يسوون ما يشاركون المعرفه حقتهم مع ذلك محترفين. تدري ان انا لما اسوي كورس اتعلم اكثر ما يتعلمون الطلبه والمتدربين اللي عندي؟ تعرف ليش؟ لان انا ما قاعد بالكورس عندي 50 طالب، انا قاعد اتجاوب اتفاعل مع 50 طالب، كل واحد عنده اكسبيرينس مختلف. واضح الفكره ولا لا؟ فانا يصير عندي كل واحد يسالني سؤال مثلا بناء على اكسبيرينس مرت عليه في مجال، هذا مجاله بانكينج، هذا مجاله جفرمنت، هذا مجاله ميلتري، وات ايفر. اتفاعل معاه يعطيني اسئله وخلينا نقول استفسارات لا علاقه بمجاله، فانا افكر بطريقه ما كنت من قبل مفكر فيها، او هو يفكر فيها لان هذا مجاله. فانت لما تتفاعل مع الناس تبادل المعلومات هذه. وصراحه احنا اكثر شيء نقصنا في الخليج هو الموضوع هذا. روحوا شوفوا المجتمعات كوميونتي في امريكا وفي اوروبا، كل شيء يشاركونه يا جماعه، كل شيء يشاركونه. احنا هنا للاسف يعني لازلنا بالموضوع هذا، فيها حساسيه، فيها نوع ما يعني حظ النفس يكون موجود، بعض الناس ما تبي حد غيرها يعرف. لكن انا بصراحه اكون صريح معك، وانا مريت بالتجربه هذه، لما اكتشف اذا شيء شاركته مع الناس حتى لو كان رغما عني استفيد من مشاركته. تعرف ليش؟ لان فتح شانل بيني وبين احد ثاني، بعد 5 سنوات ممكن الشانل هذه انفتحت استفيد منها بطريقه ما. لكن كل واحد قاعد بروحه، قاعد بجزيره بروحه، اذا هي ما استفدنا من بعض. فهمت علي؟ حياك الله، تفضلي، رفع ايدك، شوف ايدك. عليكم السلام. معكم فاطمة العيدي من سياج المعلومات. أحب أشكرك مهندس محمد على حضورك من الكويت ويعني مشاركتنا هذه التجربة، صراحة ثرية ومحاضرة ثرية. الله يعطيك العافية. أشكر الاتحاد على استضافتك اليوم واستضافة جميع المجتمعات التقنية اللي اليوم حاضرة. صراحة ودي أقول لك جيت على الجرح. الأسئلة اللي أثيرت في خلال هذه المحاضرة هي الأسئلة اللي أنا تواجهتني بشكل دوري، سواء كانت أو عطلة سياج، إنه كيف نبدأ في عمل المعلومات؟ وأعتقد دائماً إنه الترند اللي ماشي الآن إنه خلاص هذا عبارة عن تخصص هاي والكل قاعد راكب الموجة بدون ما يرجع للبيسكس. ولاحظت إنه الكثير يفكر بالشهادة المهنية أكثر من إنه يفكر بالدبلوم، وما فاهمين مثلاً فكرة إنه لازم واحد يكون قوي بتخصصه أولاً ثم يضيف طبقة السكيورتي فوق التخصص هذا. أعتقد إن المحاضرة هذه كانت يعني very rich. وإن لايتي، وأتمنى أن الجميع يعني استفاد من الاستفادة مستوى، وأنا يعني مبسوطة كثير أنها إذا حبيتهم كلهم جربي غيرهم وكم ليلة اللي راح تعرفين مع الوقت. أنا أقصد إن شنو ممكن واحد يدش عالم التجارب سنة سنتين شهر شهرين، كل واحد لمرحلة راح يوصلها راح يقول إيه هذا الشيء حقي خلاص. راح توصل مرحلة طال وقت ولا قصر راح تعرفين أنت شنو تبين. ايه احنا قلنا بالمحاضره التايم لازم يعني ما نقدر نختصر الوقت، لازم يضيع وقت شو قاعد تسوين تجارب، ما في مفر من الشيء هذا، لان التجربه والخبره تي بكثر ما تسوين اخطاء وتجارب بالوقت هذا. فالوقت هو الشيء الوحيد اللي احنا ما نقدر نختصره. احنا ممكن نختصر الامور وايد كلها، لكن انت
واي وحده غيرك لازم تقضي الوقت هذا، لان هذه التجربه اللي يحتاج يمر فيها كل شخص عشان يكتشف هو شنو يبي. لكن احنا قلنا بعض المواصفات اللي تبين لك شنو هو المايكرو سبيشلايزيشن مالك. قلنا مثلا شيء تحسين انه هو بالنسبه لك شيء سهل لعب، بالنسبه حق اخرين شيء صعب متعب، ناس تبي احد يساعدهم فيه. اذن عندك شنو فاليو على بقيه الناس مثلا، صح ولا لا؟ شيء انت تشوفين انك تشتغلين فيه رغبه من دون نفسك، من دون ما احد يحتاج يدفعك. شيء تشوفين انه السوق او خلينا نقول العالم مو متشبع منه، يحتاج فيه شغل، يحتاج فيه. فهذه المواصفات راح تساعد نوعا ما، هي الرود ماب، هي الجايد لاين في ان انا شلون اختار المايكرو سبيشلايزيشن. لكن بصراحه 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 كل واحد راح يحس بطريقه ما ان هذا هو اللي يبي. احنا قلنا لازم تعرفين تقولين لا، لازم تحطين ديدلاينز، لازم في لازم في يعني هارد ليميتس، شيء طول معاي انا مو قادر امشي فيه اتركه خلاص، ما اقدر اتم مبطط الموضوع لحد ما ياخذ وقتي كله. حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو قتيبه. الله يعطيك العافيه. معك اخوك عبد الله جابر. حياك الله. انا اتكلم كثير عن التكنيكال سكيلز والتكنيكال سبيشالتيز كثيره. اتوقع ان هنا دكتور فاطمه ذكرت في ناس يديرون فريق يجون فريش كثير تو متخرجين من الجامعه يصيرون ناس اداريين. ابي اسمع رايك كيف كمدراء او كليدرشيب تساعد في توجيه الشباب على اساس يوم ما اقرا يقول اي ثينك اي كان باس ذس ان اختار هذا. شوف أكون صريح معك، موضوع مثل هذا يحتاج محاضرة بروحها، لذلك أنا راح أكون يعني راح أوجهك حق شيء أنا شفت إنه في صراحة يعني كان في منفعة كبيرة جدا لمثل هالموضوع، فأنا راح أعطيك اسم كتابين كانوا روعة الصراحة في شلون أنت تسوي مانجمنت حق تيم مكون من طاقات، وخاصة في مجال كرياتيف مثل مجالنا. الجهاز بطيء مو قادر يفتح نوت باد، لكن انتظره شوية. الكتاب الأول خليني أكبر الخط أول شيء. كذي زين؟ بيبل وير، يعني بيبل سوفت وير كذي، بيبل وير. هذا كان عن مانجينج الكرياتيف بيبل. هذا الكتاب الأول. كتاب ثاني صراحة كان جدا روعة اللي هو It doesn't have to be شنو crazy at work. هذا اسم الكتاب، سوي وورد راب. هذا كتاب ثاني. كتاب ثالث كان اسمه Rework. هذه كتب صراحة يعني كان جدا فيها أفكار رائعة وجذرية في أنت شلون تسوي مانجمنت حق تيم، حتى لدرجة ان انت شلون تبني مكتب حقهم، شلون وين تحط الدرايش، وين تحط المكاتب. لهالدرجة بعض الكتب هاي كانت توصل الى ديتيلز، لان الكرياتيف بروسس مختلفة بالكامل عن العمل المصنعي التقليدي. ولو تلاحظون اول ما طلعت فكرة الوظائف بداية يعني خلينا نقول 1920 1910 وغيرها، كان اول ما طلعت وظائف والتعليم الحكومي الرسمي في العالم كان بناء على شنو؟ على نموذج المصنع، يعني 8 ساعات شغل ثم مثلا واحد يرجع بيته، صح ولا لا؟ لو تلاحظ تحديد الوقت بالشغل الكرياتيف مثل البرمجة ومثل الكتاب وغيرها هو ما العلاقة بالوقت، صح ولا لا؟ العلاقة نمبر 1 بالانفايرمنت وبالمود وبطبيعة الشغل اكثر من الوقت نفسه، صح ولا لا؟ ف يعني خلينا نقول النموذج الموجود التقليدي في عالم الوظائف نقدر احنا نفهم ليش هو شكله كذي، لانه صعب انك تدير ناس بعداله من دون ما تحط اوقات معينه، صح ولا لا؟ بس بالحقيقه الكرييتيف بروسس ومانجمنت اوف كرييتيف تيمز ما يمكن تحددها في طريقه وقت او طريقه يعني خلينا نقول مثل الوظائف التقليديه الموجوده. فهذه الكتب صراحه كانت وايد مفيده للموضوع هذا، وانا ما اقدر اقول شيء افضل من اللي كان مكتوب فيها، والموضوع هذا متشعب فيه موضوع وايد كبير يعني. كل هذا تذكرهم حاطين مساء على السلايد اللي هو خلينا نشوف وين الترول اوف. ها قلنا كان بي شنو؟ كان بي لونلي. انت ما تي توصلهم، انت ممكن تدزهم وهو يمشي، بس هو لازم يوصل بنفسه. هذا الطريق يعني طريق وحيد، لو دشيت فيه مع احد ثاني يا انت تظلمه يا هو يظلمك، لان كل واحد مختلف بالكامل. ويا اما ناس دشينا معاهم
خلينا نقول انواع المشاريع انواع الشغل وظائف، ثم مع الوقت شفت انه هو ما يحب الشغله هذه. انا اعرف واحد من الشباب معي من اصدقاء المقربين دش معي عالم السكيورتي من اول يوم بالوظيفه دي 1، واخذنا مع بعض شهادات اشتغلنا مشاريع سكيورتي، بس يقول خلاص انا اخي ما احب المجال، انا اقدر اشتغل فيه واعرف وعندي فيه شهادات بس ما احبه، راح اشتغل مجال مختلف بالكامل عادي، مو لازم مو غصب الا سايبر سكيورتي ومو غصب الا مجال معين، لكن فكره ان واحد يكتشف هو شنو يحب شنو بيسوي هذه رحله الانسان يسويها بروحه ما يقدر ياخذ مع احد. تفضل. السلام عليكم. وين؟ ايه. السلام عليكم. كم سلام الله وبركاته. عندي سؤال، طبعا هو من زيرو تو بي هيرو ان سايبر سكيورتي، هل يمكن الشخص ما يكون هيرو في السايبر سكيورتي يمكن يطلع يعني يسحب اي لحظه؟ عادي، حتى انا مو هيرو، كلمه هيرو اصلا كلمه كبيره يعني، بس انا حطيناها عشان تايتل حلو. ولا يعني هيرو شنو يعني هيرو صح ولا؟ فشوف أنا أقول لك إياها، إحنا مثل ما قلنا من ساعة إن عادي إنك أنت يقول مالك تغير تغيير جذري، وهذا ما في عيب، لأنك أنت كإنسان مثل مثال قلت عن صاحبي اشتغل وكان ناجح بالمجال، بس يا أخي ما أحبه، مو هذا الشيء اللي هو يرغب فيه ولا هو يدفعك اليوم يقوم الصبح يبي يدش بهالمجال، ما كان سايبر سكيورتي، مو لازم، عادي ممكن تشتغل 10 سنوات ثم فجأة تغير جذري، ماكو إشكال، أنت مو خسران، ليش؟ لأنك تنتقل لمجال جديد وعندك دروس والمهارات تعلمتها كلها ما ضاعت ما راحت، أنت مو قاعد تعيد من الصفر، أنت قاعد تبني على شيء موجود برسبكتيف يعني يفيدك حتى في المجالات الأخرى، فأنا ما عندي أي مشكلة في يعني فكرة أن أنا ممكن أدش بهالمجال وإنفستمنت فيه وأتعب فيه وأحط فيه فلوس دورات وشهادات ثم أغير عادي مو لازم، هي مو هو مو قرض لازم تسدده يعني وتبتلش فيه، لا عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي إنترست في الريفرس إنجينيرينج، بس المشكلة إني أحسني ما أعرف أبدأ من وين. الخطوة الأولى أنا ما أنا أعرف فيها، يمكن أعرف بعض الشغلات البسيطة بس أحس إني تايه فيها، يعني ما أحس أقول لازم أعرف أول شيء هذا بعدين أبدأ في اللي بعده في السكة اللي بعده، أحس إني ضايع يعني. أنا بعطيك حل بس لازم تسوي. تعرف شنو الحل؟ اللي هو أول نتيجة بجوجل بس دش. لا تنقى من النتائج أو النتيجة دش، لأنك إذا لازم تبدي، هي مو مشكلة الناس مو مشكلتهم في أنهم يكملون، أصعب شيء أنك أنت تبدي صح ولا لا؟ لما واحد يبدي مثلا يبي يسوي مشروع يبي يسوي كود ولا بيروح مثلا بيمشي ولا بيروح يسوي أي نوع من أنواع يعني الشغل فيه جهد، غالبا أصعب شيء هو من الصفر إلى أنك أنت تبدي تكتب أول سطر كود صح ولا لا؟ ثم شو يصير معك؟ يصير أسهل بوايد صح ولا لا؟ توصل لمرحلة فلان يلا غدا انت ما تدري عنهم شغال، ليش؟ لانك انت صار عندك نوعا ما دفع ذاتي وانت قاعد تشتغل بنفسك، لكن اصعب خطوه هي اول خطوه، فلذلك انا اقول لك لا تتعب نفسك، شوف اول نتيجه بجوجل اول نتيجه بيوتيوب ودش وجرب، حتى لو غلط حتى لو مو صح مع الوقت راح تتعدل وراح تفهم راح تتعلم، والمهارات اللي انت انا قصدي انت اذا انت ما تعرف كلش خلينا نفترض انك ما تعرف، لو اعطيك افضل نتيجه من الحين ما راح تفيدك، ليش؟ لأن أنت ما عندك المهارات اللي تخليها النتيجة المفيدة أنت تقدر تسوي لها استفادة كاملة، أنت مهما كان دامك توك داش ما راح تستفيد 100% من whatever بلوج ولا كورس ولا توتوريال تاخذه، لكن أنت أهم شيء تستفيد فيه أنك أنت شنو الماكينة شغالة قاعد تمشي خطوة ورا خطوة خطوة ورا خطوة، فأنا أقول لك لا تعب نفسك أول نتيجة بجوجل وخلص. حياك الله.